أعزائنا المشاهدين، مساء الخير، وبنحب نرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج مش لوحدك. كتير من الناس فاكرة إن لما بيعمل وصية، الوصية اللي احنا متعودين عليها في مصر والبلاد العربية، بتبقى دي كفاية إن هي تحميه وتحمي ممتلكاته وتحمي أمواله من إن حد مثلا يحاول ياخدها، إن الحكومة تاخدها. طبعا المفهوم ده غير صحيح بالمرة. هنعرف النهاردة إيه هي الطريقة السليمة والقانونية اللي هي الليفنج تراست اللي تقدر تحمي بيها ممتلكاتك واموالك من اي حد خارج الناس اللي انت طبعا حاططهم في الوصيه بتاعتك او في الليفنج تراست. مش عايزه اقول وصيه لكن هي الليفنج تراست. وهيكون معانا النهارده في الحلقه منورني المحاميه جاكي اسحاق، ومتخصصه في الليفنج تراست. اهلا وسهلا يا جاكي، ومنوراني في برنامج مش لوحدك. اهلا يا ايناس. جاكي، انا مش قادره اقول لك قد ايه ناس طلبوا ان احنا نعمل حلقه الليفنج تراستي، وهو يمكن سؤال يعني من الاسئله اللي اتكررت كتير قوي قوي، بيكلموني كمان في الحلقات على الهوا، ويمكن هنقول السؤال ده later on في الحلقه النهارده، ان لما بيكون حد على الميديكال بيستخدم الميديكال والميديكير بتاع الحكومه، بيبقى عنده بيت، بعد ما بيتوفى بينتقل الحكومه، هل الحكومه ممكن تحط ايدها على البيت ده؟ وهنعرف الإجابة منك بس بعدين، لكن عايزين كمان النهاردة نعرف بقى كل حاجة عن الوصية. وزي ما قلت طبعا بيجوا من مصر أو ميدل إيست بمفهوم الوصية، إن الوصية دي هي تحميهم وتحمي ممتلكاتهم وأموالهم من أي حاجة بره، خارج مثلا نطاق الناس اللي هم عايزين يحطوهم في الورث او في الوصيه او في الليفنج تراست. وطبعا الكلام ده غير صحيح. بس في الاول قبل ما نتكلم على الوصيه والحاجات الحلوه دي، بقولي لي جاكي، انت متخصصه بس في الليفنج تراست، اشمعنى المجال ده بالذات اللي اخترتيه؟ انا بشتغل بس في الاستيت بلاننج او الليفنج تراست، بنحمي العيال، بنحمي البيت، الاملاك. انا عملتها عشان كنت عايشه في مصر لما كان عمري 13 سنه. رحت وعشت هناك وحبيت أهلي هناك وحبيت المصريين قوي، وعرفت أصلا أنا مين. لما أنا جيت أمريكا وشفت ناس بيهاجروا هنا وعايشين هنا كتير، شفت اللي هم ما عندهمش نفس المفهوم على الوصايا أو على الورث أو قوانين الورث اللي هنا في كاليفورنيا. فبعد مثلا أول سنة بعد كلية الحقوق، بسرعة عرفت ان انا لازم اساعد اهلي، لازم اساعد شعبي. ازاي؟ افهمهم حقوقهم، ايه الحقوق اللي عندك هنا في كاليفورنيا؟ هنا عندنا حقوق كتير. الشخص لما يجي يهاجر هنا في امريكا، بيهاجر عشان عنده زي ما بيقولوا الحلم الامريكي، عايز يبني بيت، عايز يبني ثوره، عايز يبني بيته واملاك لعياله. لكن لو انت مش عارف حقوقك، ازاي هتحمي الاملاك؟ هتحميها ازاي؟ هتاكد ازاي الاملاك دي هتتحول لعيالك من غير تدخل في المحاكم؟ فانا قلت لازم اقرر انقي نوع قانون يساعد الناس. فانا قررت ان انا هشتغل في الاستيت بلاننج او الليفنج تراست، عشان اول شيء اشرح لشعبي، اشرح للناس اللي هاجروا هنا، امريكان لكن من بلدي او من الشرق الاوسط، ايه حقوقهم؟ عشان لو احنا مش عارفين حقوقنا هتضيع. طبعا طبعا. طيب برضو يعني متعودين زي ما قلت من مصر بنيجي يقول لك اوكي مدام كتبت الوصيه وكتبت مثلا عيالي فيها، مش عارفه مين فيها، والناس اللي انا عايزاهم في الوصيه، خلاص I'm protected، ما حدش يقدر يلمس الورث ده. لكن الكلام ده غير صحيح، فياريت تقولي لنا ايه الفرق بين الويل الوصيه العاديه والليفنج تراست في كاليفورنيا؟ القوانين في مصر تختلف تماما من القوانين هنا في كاليفورنيا. في كاليفورنيا الوصيه مش كفايه لو الشخص عنده املاك فوق 150,000 دولار. يعني مثلا ايناس عندك بيت، لو البيت ده يساوي فوق 150,000 دولار في السوق، ده يعني اي بيت في كاليفورنيا، معظم البيوت هنا فوق 150,000 دولار، وعملتي وصيه والوصيه دي بيرفكت، وكتبتي فيها لو حاجه حصلت لي انا هحول البيت لمثلا ابني، وكتبتي الوصيه ومضيتي الوصيه وقلتي خلاص
كل حاجة ايه سليمة. للأسف لو حاجة حصلت لك البيت هيدخل محكمة اسمها probate court بالوصية، من غير الوصية عشان البيت فوق 150,000 دولار لازم إجراءات المحاكم. البيت ده هيفضل في السلطان المحكمة سنة ونص لسنتين. عقبال بقى ما عيالك ياخدوا البيت هتاخد وقت، هتكلف كتير، وهتبقى public information، كل الأشخاص يبقوا عندهم الحق اللي يدخلوا المحاكم ويطلعوا الريكوردز بتوعك ويعرفوا كل تفاصيل بيتك والcredit issues أو whatever it is، يعرفوا كل حاجة، كل معلومات الشخصية بتاعتك. وممكن كمان يطعنوا فيها ويبقوا عايزين مثلا part برضه من الورث. بالظبط بالظبط. فانا منحها ازاي بقى؟ بدل ما نعمل وصية عشان عندك أملاك فوق 150,000 دولار، تعملي بدل الوصية في كاليفورنيا حاجة اسمها living trust. living trust ده زي مفهوم الوصية لكن فيها تفاصيل أقوى، بتحمي الشخص من المحاكم أو تحمي العيلة من المحاكم. living trust عبارة عن إيه بقى؟ عبارة عن عقد. العقد ده حضرتك تكتبي وتقولي فيها كل التفاصيل، تقولي لو حاجة حصلت لي البيت أو الأملاك هتتقسم وهتتنفذ بطريقة معينة. 1 2 3 تحطي الشروط، الشروط اللي انت نفسك فيه. تقولي مثلا ابني لو خلص الكلية هيبقى عنده الحق اللي ياخد البيت، لو ما خلصش الكلية عمته مثلا تشرف عليه بالفلوس. يبقى كده انت نفذتي الشروط، حطيتي الشروط في العقد، والعقد ده يتطبق على عيالك لما تروحي السما. لكن تتطبق من غير تدخل المحاكم، وده المفتاح. اللي احنا بنعمل عقد بتبعد املاكك والورث بتوع الاطفال او العيال بره المحاكم. فده السبب اللي احنا بنعمل living trust، وده لازم تتعامل في كاليفورنيا لو الشخص عنده املاك فوق 150,000 دولار. لكن في مصر الوصية كفاية، لكن مش كفاية هنا. طيب سؤالي ليكي، طب ليه الناس بتعمل well هنا؟ يعني ايه فايدتها اذا كان ان اي حد ممكن يطعن فيها والمحكمة ممكن تطعن فيها؟ طب ايه فايدتها؟ للأسف يا ايناس مش عارفين. هنا الشعب يكون واحد مهاجر او واحد عايش هنا ومولود هنا مش عارف المعلومة المظبوطة. ليه؟ الاعلام. لو تفتكري الافلام القديمة لما بتوري الشخص لما يتوفى، بعد ما يتوفى يبقى في محامي بيبقى موجود يكلم الورثة ويقول لهم تعالوا ويقعدوا حواليه بالظبط يتخانقوا بالظبط. لكن يقروا ايه؟ بيقروا living trust؟ لا، الويل. الويل الوصية. فالناس من خلال الاعلام بيتأثروا ففاكرين الوصية هي كفاية، ما بيروحوش محامي، بيعملوها اونلاين بطريقه بسرعه كده ويبقوا فاكرين كل حاجه تمام. لكن للاسف لما الوقت بيمر والشخص بيروح، العيال بيتدبسوا في مشاكل طبعاً كبيره طبعاً. وكل ده ممكن نمنحها لو بس عارفين، لو عندنا النوليدج ان بفهمين بدل الوصيه نكتب living trust. Well, thank God for you ان انت قاعده معانا تشرحي لنا الحاجات اللي احنا كلنا ما نعرفهاش، يعني we're not aware of. فثانك يو ان انت. شكرا ان انت بتكيبي البرنامج وبتفتحي الموضوع ده عشان موضوع مهم جدا. اكيد طبعا لازم يتعرف. احنا معانا تمثيليه لطيفه هنتكلم عليها بتشرح شويه على الليفنج تراست والوصيه، يا ريت نشوفها مع بعض ونرجع نكمل البرنامج. بقى في حياتك يا اخويا حياتك. لا انا مش عارف هنعمل ايه، المقابله النهارده دي هتبقى صعبه شويه. بص انا عاوز اقول لك ايه، انت اخويا حبيبي، انا مش هعترض معاك في حاجه. بابا كان عنده فلوس كتير تكفينا احنا الاثنين.
اليخت بتاعنا. انت عارف قد ايه ان انا بحبه اليخت؟ انا ما اعرفش اعوم اساسا. فخليه حلال عليك. خلاص خد العربية دي وانا اخد المرسيدس واليخت. وانا هاخد ايه؟ دي جزمتين على كان عنده ممكن اخدهم انا ولا ايه؟ مش عارف. الجزم القديمة اوكي، بس الفردة الجديدة اللي جابها دي بتاعتي، عشان دي حتى مقاسي. انت رجليك مش مقاس بابا. لا هتركب جزمة ازاي؟ احنا اوكي خلاص، اكيد بابا راجل بيحبنا احنا الاثنين كويس. ما عندوش غيرنا. بابا بيحب كل الناس. دي كان عنده كلبة كان بيحبها اكتر منك. انت دلوقتي عندك عيال صح؟ والعيال اكيد بيحب البوبيز اوكي. فلو تقدر انت تاخد الكلب بتاعه عشان هو كان بيعزه قوي، مش معقوله نرمي الكلب في الشارع كده في اي حته. فتحي الكلب بتاعه دوت انا مش طايقه اساسا، وبعدين انا لو عيالي شافوه هياكلوه. اخر كلام مع بابا كان في ايه؟ لا ده انا لسه مكلمه من 8 سنين قايل له ميري كريسمس. من 8 سنين قلت له ميري كريسمس؟ اهم حاجه قبل ما بابا يودع قال ان احنا نحب بعض ونتيك كير اوف ايتش اذر لما هو ايه يعدي. تمام صح؟ صح انا ماليش غيرك وانت حبيبي، مفيش حد في العالم غيري انا وانت دلوقتي. واحنا اتفقنا انت تاخد كل حاجه وتديني الجزمه، فيلا نخش اخد الجزمه وامشي على طول. يلا بينا. ازيك يا فندم؟ ازيك يا اهلا وسهلا. اعمل ايه يا راجل ما شفناكش من زمان؟ ازاي العيله؟ كويسين؟ الحمد لله. هو اسمه ايه؟ معرفش، اول مره اشوفه. حاضر يا عم. لا ما تقومش، انت تقعد واحنا اللي هنتكلم. قول له انت. الحقيقه يعني قبل ما بابا عايش يودع، فكان قايل لنا ان احنا لازم يعني نتفق مين هياخد ايه. فاحنا مش عاوزين نعمل مشاكل، اللي بابا قال عليه في الورق يبقى هو ده اللي ماشي، احنا اوكي فيه، احنا اوريدي قعدنا بره واتفقنا مين هياخد ايه، فلو في اي حاجه غير كده. ابوكوا عايش؟ نعم الله يرحمه. بابا عايش دايما في قلبنا. هنبتدي في الحاجات اللي هي مهمة. ثروته كانت كبيرة. عنده 10 بيوت. والابارتمنت بيلدينج بتاعه عنده منهم 3. بالنسبة للمصنع بقى، المصنع كان مقفول بقاله 3 شهور. إنما الأرض بتاعته من أحسن حتت الموجودة في البلد. أبوكوا كتب كل أملاكه لنيلي عبد الدين. مين؟ نيلي عبد الدين. نيلي دي مين؟ دي أمك؟ لا دي أختك؟ لا مش أختي ولا حاجة. لا أكيد كان بيحب الفوزير. الكلب ده مش مظبوط. كل موجود قدامي في الورق. إزاي ساب فلوسنا كلنا للكلبة بتاعته؟ زي ما اتفقنا. بص احنا قلنا من واحنا في العربيه بره قبل ما نخش موضوع الكلبه ده نتفق عليه بعدين، بس انت قلت لي ايه؟ انا اللي هاخد الكلبه. لا انت قلتش كده، انت قلت عيالك بيخافوا من الكلاب والكلبه دي مع نفسها بتهوهو عيال، ومره عضت ابنك لطفي فاكر؟ لما عضته قعدت تكلمني تصوت واداله 20 حقنه ببطنه. صح؟ طب ليه تاخد الكلبه دي؟ حرام حتى. عشان تعض ابن التاني. لا 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 حرام. بص انا هاخد الكلبه وعيالك في اي وقت عايزين يلعبوا مع الكلبه دي ان شاء الله اتفضلوا عندنا. لا الكلبه دي هاخدها. نو واي. انا اللي هاخد. نو واي. بص انا اخوك الكبير، اول انا هتاخد الكلبه يعني انا هاخد الكلبه. انا اللي هاخد الكلبه. انت اللي هناخد الكلبه. انا اللي جايب الكلب يبقى انا هاخد الكلب. انت تاخد بالكلبه دي، انا هاخد الكلب. فهمت؟ انا اللي هاخد الكلب. استنوا، عايزين تعرفوا ازاي في المستقبل تقدروا تحافظوا على اموالكم واملاككم؟ ايوه طبعا. انتظرونا وحلقه جديده من برنامج
مش لوحدك. طبهم زي العسل. لسه بقول لك الاعلام كله بيتكلم على الوصيه اهو. بالظبط. الوصيه بقت ادت كل حاجه للكلب. للكلب. طيب قولي لي بقى، هل في الحاله دي، طبعا دي وصيه دي مش ليفنج تراست، هل في الحاله دي مثلا ممكن الاولاد يطعنوا في الوصيه، ممكن يعملوا اي حاجه ياخدوا بيها مثلا جزء من الورث؟ ايه اللي ممكن يتعمل في حاجه زي كده؟ لما بيبقى في وصيه لكن عندنا املاك فوق 150 الف دولار زي الحاله دي، اللي هيحصل دلوقتي العيال لازم يدخلوا المحكمه. في قضيه هتتفتح اسمها probate court case، معناها يفتحوا قضيه ويشوفوا هل الوصيه دي مظبوطه، هل الوصيه دي عندها كفايه دليل كفايه يثبت الشخص ده هو اللي مضى ولا حد تاني مضى. بيبقى القضيه مفتوحه عشان اي حد يتكلم ويعمل challenging the case. ففي الحاله دي ممكن الاخوات هما الاثنين يدخلوا المحكمه ويتكلموا ضد الايه، الوصية. الوصيه، ويقول مثلا الشخص الاب مثلا كان ما عندوش الوعي اللي يكتب الوصيه، لما قرر الكلبه هي اللي هتاخد كل حاجه كان مش عنده وعي. وهو كان عيان، ويثبتوا شويه حاجات كده وممكن الوصيه دي تتلغي تماما. ولو القاضي قرر اللي هي هتتلغي تماما يستخدم قوانين كاليفورنيا نشوف مين هيورث ايه. لكن ده بيكلف كتير قوي يا ايناس. اول حاجه المحامي بياخد نسبه كبيره، نسبه من الاملاك. تاني حاجه بتبقى public information، يعني كل حاجه بتتعرف. اي شخص عايز يعرف اي معلومه على الاب يخش. او على املاكه يخش. تالت حاجه اللي بيبقى فيها فتره طويله كل الاملاك تفضل جوه المحاكم في سلطان المحاكم سنين. فدي مشكلة كبيرة. فاحنا ممكن نمنع كل المواضيع دي ازاي بقى؟ الأب كان ممكن يعمل ايه؟ الأب لو بجد كان عايز يأكد الكلبة اللي هتاخد كان يعمل living trust بطريقة مظبوطة. الورق كانت هتفضل محمية، مش هيبقى كان في تدخل في أي محاكم، المحاكم كانت مش هتتدخل خالص. لو هو كان واعي لما كتب الورق ممكن بجد الكلبة تاخد. لكن في ناس، معظم الناس اللي بيعملوا living trust بيبقوا عايزين يدوا عيالهم الورث. والأشخاص دول مش هيعملوا وصية في كاليفورنيا، هيكتبوا living trust، هيكتبوا العقد وهيقولوا مثلا لو حاجة حصلت لي جوزي هياخد كل حاجة، لو جوزي مش موجود وأنا اللي عايشة أنا اللي هاخد كل حاجة، ولو إحنا الاتنين رحنا العيال هياخدوا بالتساوي مثلا. وندخل الاملاك جوه التراست ونقسمها بالطريقه المظبوطه، وكل ده يحصل بعيد من المحاكم. مش هتكلف مصاريف المحاكم او مصاريف المحامي، او مش هيبقى public information. هيفضل سري بين العيال. العيال نفسها. طبعا ده درس حلو، ان اللي ما كلمش بابا ولا مامته من 8 سنين ده اللي بيحصل لهم في الاخر. فارفع السماعه النهارده وكلم بابا وماما واسال عليهم عشان الحاجات دي ما تحصلكش. لكن تستغربي، انا بيجي لي زباين بجد صدقيني، بيجي لي زباين يقولوا اوكي احنا عايزين ندي مثلا عيالنا نسبه، لكن الكلبه مهمه قوي كمان. او القطه مهمه. بيبقى في ناس عايزين حاجه معينه. ومش غلط، اي شخص عايز حاجه معينة مثلا يدي هيئة خيرية نسبة، يدي يأكد الحيوان بتاعه حد هياخد باله منه بعدين. بالظبط. عايز يحط الشروط لعياله، يأكد ان هم مثلا يخلصوا الكلية، يأكد مثلا لو هم متجوزين هو العيل هو بس اللي ياخد مش مراته، او في شروط تتحط. كل ده هنتكلم عليه كمان شوية. اخد بس مكالمة بعد اذنك يا جاكي. ماري معانا، مساء الخير. الو، مساء الخير يا ماري. مساء النور. انا في البداية بشكركم على البرنامج، يعني بصراحة يعني روعة جدا، بنستفيد منه كتير يعني. شكرا. ثانك يو. ثانك يو. ربنا يخليكي. انا عندي بس استفسار. انا عايشة في ولاية نيوجيرسي. انا من الناس اللي بتاخد ويلفير،
and أنا يعني you know لما بيجيني ال income tax تاعي مش بس بندت كلها يعني مش بضيعها كلها ف يعني you know like أنا بحوشها ف أنا دلوقتي معايا مبلغ معين وأنا برضو استل إن أنا باخد ويلفير وكده فأنا عايزة أشيل المبلغ ده لأولادي بكرة بعده إحنا يعني برضو في غربة مش معنا حد وكده فأنا عايزة أعرف يعني إيه يعني إيه السيف واي إن أنا أشيل فيه الفلوس دي وعشان أولادي بكرة وبعده وفي نفس الوقت لو حصلت لي حاجة سواء أنا أو جوزي الحاجة دي ترجع لأولادي. شكرا على اتصالك. للأسف أنا محامية في كاليفورنيا، عندي رخصة بس في كاليفورنيا، فما أقدرش أديلك أدفايس على نيوجيرسي، لكن لو تكلمينا ممكن نساعدك تلاقي محامي يجاوب على أسئلتك خصوصا في نيوجيرسي، لكن كل ولاية وفيها رخصة معينة ومحامي يقدر يساعدك فيه. لكن يعني الجنرال رول بتاع الليفينج تراست على امريكا واحده مش لا صحيح الليفينج تراست اللي في كاليفورنيا بس يتطبق في كاليفورنيا قوانين كاليفورنيا والليفينج تراست بتاعها تتطبق بس في كاليفورنيا نيو جيرسي عندها قوانين تانية خالص كل ولايه وفيها قوانينها يعني ممكن نيو جيرسي مبقاش عندهم خالص الليفينج تراست ممكن انا مش عارفه انا مش عارفه شخصيا لكن كل ولايه وفيها قوانين في اللي يقول الولاية تقول مثلا الوصية كفاية في اللي يقول لا living trust لكن بشروط معينة مش موجودة في كاليفورنيا كل ولاية وفيها قوانينها فأي شخص سامع البرنامج النهاردة لو انت عايش في ولاية برا كاليفورنيا اعرف كمبدأ القوانين دي مش هتتطبق عليك لكن مهم تكلم محامي في الليفينج تراست او الاستيت بلانينج اللي ممكن يجاوب الاسئلة بتاعتك ومهم تعرف قوانينك شكلها ايه عشان القوانين بتاع الولاية بتاعتك هتثبت لك او تفهمك بالضبط ايه حقوقك ومهم الشخص المواطن اللي عايش في ولاية معينة يعرف بالضبط حقوقه شكلها ايه مهم ليك ومهم لعيالك يعني دوروا دلوقتي على محامي متخصص في الستيت بلانينج ده الريكومنديشن بتاعي يعني الريكومنديشن بتاعي تلاقي محامي شغال في المجال ده احنا عندنا مثلا دايركتوري عندنا كتاب عندنا محامين شغالين في التخصص ده في كل ولايات امريكا فلو عندهم اسئله وعايزين يلاقوا محامي في نيوجيرسي مثلا او نيويورك ممكن السكرتيري بتاعتي تدي لك نمره للمدينه اللي انت عايش فيها في الولايه اللي انت عايش فيها اوكي طيب الاستاذ جورج معانا مساء الخير مساء النور إنيس جاكي مساء الخير أهلا I want to say thank you Ines for this great program that you do every week we are definitely appreciative of what you do and we appreciate that Thank you very much Thank you for برضو coming out here and informing the Egyptian community about living trust. Thank you. Something very important that you share this with the Egyptian community because a lot of them don't understand it and they're not aware of the ability to protect their assets. Shukran. Thank you. Also, I want to say that I appreciate all the service. Taban Jackie she does service in different countries and for human rights and she yani you're an amazing person. Thank you so much. Thank you so much. You all are amazing. Thank you. To be an attorney and a very busy attorney and to give her time for service of human rights and to be all over the world like that. Is just an amazing person. Thank you so much. Thank you so much. God has given us all the strength. Thank you. Thank you very much. ده دكتور جورج على فكرة أنا كنتش عارفة صوتك في الأول دكتور جورج هو اللي عمل السطحي التمثيلية بتاعت الكلب أشكرك دكتور جورج you've done a great job وشكرا على التمثيلية بقى لها سنين شغالة Everybody loves it. So great. Thank you very much for calling. معانا
I wanted to ask a question for Jackie or something that's important, okay? Sure. I want the Egyptian community to also be aware of what is a prenuptial agreement, because the prenuptial agreement, yani, to the Coptic Orthodox community, حاجة وحشة. يعني ازاي واحد يروح يتجوز او واحدة تروح تتجوز وتتكلموا في حاجة زي كده, دي يعتبر like a taboo or it's something very bad. The Egyptian community does not accept it or is not really familiar with it. Yeah. Especially طبعا في ناس كتيرة in the marriage age and they need to know. So the adults need to know, the parents need to know, and the community نفسها لازم تعرف. لما واحد يجي يتجوز ويكون عاوز يعمل prenuptial agreement, how important, first of all, طبعا, what is it, and how important is it? Well, طبعا, as a Coptic Orthodox person, as you are a professional person, and also طبعا, a girl that grew up in the church, is it something really bad? From the point of view of an event that is Coptic and also an attorney. ما افتكرش في حد واحدة هتوافق على prenuptial agreement دكتور جورج, يعني صعب قوي اليومين دول هتلاقي حد يوافق على حاجة زي كده. بس Inez said something which is true. And that's why I am calling, because I want people to know what is it, first of all, and is it really something bad? Or is it something that it's not going to really, doesn't mean that it's as bad as it sounds. أول حاجة, أنا I don't do prenuptial agreements. أنا my area is estate planning, and أنا بشتغل عليه living trust والوصية وكذا. Prenuptial agreement عبارة عن عقد الشخص بيعمله قبل الجواز عشان يحمي أملاكه بعد الجواز. أنا مش I'm not in it. ولا أقدر أقول لك if it's good or bad, لكن it's something to look at. مهم اللي احنا كلنا نعرف at least نفهم القوانين شكلها ايه, ممكن نعمل ايه ونحمي نفسنا ازاي, لكن whether it's good or bad أنا I can't really answer يعني that. يعني good luck يا دكتور جورج بالموضوع ده, أنا مش عارفة, it's a little iffy. Thank you. معنا دكتور إيلين, مساء الخير دكتور إيلين. دكتور إيلين لسه معنا؟ مساء الخير دكتور إيلين. هاي إينيس. هاي. مساء النور. هاي إينيس, أنا برضو زي دكتور جورج ما بيقول فعلا كنت حقول الكلام ده, بس هو سبق إنك أنت مذيعة هايلة جدا وبتعرفي تختاري الناس اللي هم بيحبوا يتفرجوا عليها وحاجات مفيدة جدا. Thank you very much. للمجتمع بتاعنا, وفبتختاري ناس حلوين خالص زي جاكلين وغيرهم. Thank you very much. أنا عندي سؤال لجاكي, وهي جاكي فعلا إن محامية رائعة زي ما قال جورج. شكرا. وكمان very helpful, يعني إحنا جربناها يعني بصراحة very helpful. شكرا. وبترد في أي وقت على أي سؤال, يعني أي حد يتعامل معها. ده كلام صحيح. يفيل happy وإن هو يعني يتعامل معها مش مع حد تاني. شكرا. شكرا. نعرف حبيبتي جاكي, أنا عندي سؤال بالنسبة للليفينج تراست. تفضلي. يعني دلوقتي إحنا مثلا البيوت اتحطت في الليفينج تراست, وأوتوماتيكلي الواحد لو باع بيت خلاص, يعني باع أو اشترى بيت, أوتوماتيكلي بتحط في الليفينج تراست. لا, فمثلا الفي ويل اتعملت وقلنا مثلا البيت ده لفلان والبيت ده لفلان مثلا, البيت اللي ده لفلان بعناه مثلا, وبعدين اشترينا واحد تاني, هل البيت التاني ده لازم نحطه في الويل برضو ولا اوتوماتيكلي ما دام هو في الليفينج تراست؟ دكتوره ايلين بيروح. اتفضلي. يعني اي بيت طبيعي الواحد بيشتريه اوتوماتيكلي بيروح في الليفينج تراست على طول؟ لا دكتوره ايلين, سؤال الكلام اللي انت بتقوليه مهم جدا, عشان اوتوماتيكلي لو حضرتك مثلا عندك بيت والبيت ده جوه الليفينج تراست وجيتي وبعتي البيت بعد كده, خلاص اوتوماتيكلي بيطلع بره التراست, مفيش مشاكل. لكن بالعكس نفس المبدا ما بيشتغلش. لما انت عندك بيت جديد, ده البيت ده اشتريتيه بعد ما عملتي تراست, اوكي,
والبيت ده باسمك الشخصي كده مش في تراست. لازم تعملي ديد مش في تراست. هم بيسالوا لما بنشتري البيت بيسالوا وبيقولوا لنا ادونا السيرتيفيكت بتاعه التراست واوتوماتيكلي بيبقى في التراست. Very good. لو انت خدتي الخطوه دي كده دكتوره ايلين يعني انا واثقه مبسوطه قوي لحضرتك عارفه بالظبط اللي يتعمل. لما الشخص يعمل living trust بعد ما يعمل living trust كل مره يشتري بيت جديد لازم يدخله جوه التراست. يعملوا ازاي؟ زي ما حضرتك قلتي بالظبط لازم تكلمي مع الاسكرو كومباني وتقولي لهم انا عامله تراست. يروحوا يسالوكي اوكي ممكن تديلي السيرتيفيكت اوف تراست اكزيستنس اند اوثوريتي. تروحي تدي السيرتيفيكت ده ليهم وهم يروحوا يحطوا اسمك كدكتوره ايلين كاما تراستي اوف ذا تراست. يبقى كده متغطيه ودخلت جوه التراست. لكن ده مش automatic يعني حضرتك لازم تفكريهم هم عشان هم مش عارفين. لما تشتري بيت always لازم تقولي أنا عاملة trust وعايزة أكد البيت ده يدخل جوه trust. عايزين إيه؟ يبقى كده أنت بتاخدي الخطوة لتفكريهم. للأسف ناس كتير 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 بيغلطوا ويعملوا trust وبعد كده يشتروا بيوت كتير وينسوا ياخدوا الخطوة لحضرتك بتقولي عليه. لازم الخطوه دي تتاخد يدخلوها جوه التراست. سؤالي جاكي من ناحيه الويل. الويل مثلا احنا في ويل اتعملت ان البيت ده باسم الابن ده مثلا والبيت ده اتباع خلاص وبعدين جبنا اشترينا بيت تاني في التراست. ف we have to make another will ولا اوتوماتيكلي بيننا وبين بعض عارفين ان البيت ده بتاع الفلان الفلاني؟ اوكي It depends الورق كان مكتوب فيه ايه. يعني مثلا هديلك مثلا قولي اللي انت عملتي living trust والliving trust قال بطريقة يعني general كتبتي فيها لو اي حاجة حصلت لي كل حاجة تتقسم بين عيالي الاتنين مثلا. اوكي رحتي بقى عندك خمس بيوت بعد كده اشتريتي اتنين كمان ودخلتيهم جوه trust. لما تروحي السما هتتقسم في الوقت ده. فلو عندك سبع بيوت في الوقت ده جوه التراست هيشوفوا الفاليو كلها شكلها ايه وبعد كده تتقسم بالنص. انت بقى وانت عايشه مين اللي هيشوف الفاليو؟ كنت لسه هقول لك كده. وانت عايشه هتنقي شخص اسمه التراستي. اوكي وانت عايشه انت تراستي لكن بعد الوفاه انت اوريدي نقيتي شخص تاني يبقى يمسك المكان ده اللي يبقى التراستي ياخد المركز. هو لازم يعمل ابريزل ياخد كل البيوت ويعمل ابريزل لكل بيت وبعد كده يشوف كل البيوت تساوي كام ويقسمها بالنص ويوزعها بالطريقه اللي انت كتبتيها في الورق. حتى لو في الورق في الور مكتوب بالاسم يعني لو مكتوب بالاسم في لو مكتوب بالاسم يعني مثلا لو مكتوب بالاسم الشخص ده هياخد البيت ده بالعنوان ده مثلا. اوكي وبعتي البيت ده واشتريتي واحد جديد لازم تضيفي عليها في التراست. لو انت يو بينج فيري سبيسيفيك لو في ديتيلز لازم التراست ده يتجدد. لكن معظم التراست بيعملوا جنرال يقولوا مثلا كل حاجة تتقسم بالنص. أي حاجة موجودة تتقسم اللي موجود موجود اللي راح راح. لكن النهاردة احنا بنحسب كل الحاجات من يوم الوفاء. لكن في أشخاص تانية بيبقوا عايزين يعملوا حاجات متخصصة جدا مثلا في بيت البيت ده فيها رمز معين فيكتبوا البيت ده بالعنوان ده يروح للشخص ده لفلان وفلان. أوكي لو البيت ده اتباع وفي واحد جديد جاء الجديد ده لازم نكتب حاجة فيه نكتب هيروح لمين. لازم فلو كده يتجدد التراست. لكن كمان sometimes يتجدد التراست ولا تتجدد الويل؟ لا تتجدد التراست. لما بنعمل الليفينج تراست بنعمل وصية بنعمل ويل لكن الويل هي اللي مش هتاخد القرارات. كل القرارات كل الشروط مكتوبة في الليفينج تراست نفسه. الوصية بتتكتب بس عشان تدي notice لكاليفورنيا
الفي ليفينج تراست معمول ويبعدوا من الاجراءات دي. كل الاجراءات دي تفضل بينك وبين عيالك. ده سبب الوصيه. الوصيه دي بس مكتوبه عشان تدي نوتس تبلغ كاليفورنيا الفي ليفينج تراست معمول عقد سري بينك وبين عيالك. اوكي فاي حاجه تتجدد من خلال الليفينج تراست مش من الوصيه، عشان الوصيه مش هتبقى مكتوبه فيها التفاصيل اللي هتبقى مكتوبه في الليفينج تراست. لكن الليفينج تراست هو زي الوصيه، هو اللي عنده السلطان، هو اللي عنده الـ الـ الشروط المعينه اللي لازم تتنفذ بعد الوفاه. فلو انت عايزه تكتبي اشتريتي مثلا بيت جديد والبيت ده بالذات يروح لفلان فلان معين، لازم التراست ده يتجدد عشان تضيفي المعلومه دي جوه التراست. شكرا يا دكتور إيلين، اشكرك حبيبتي على المكالمه. ومعانا مدام سانيه. مساء الخير يا فندم. مدام ساميه. مساء الخير مدام ينال، سامعني؟ مساء النور، سامعك حبيبتي، اتفضلي حضرتك. سؤالك ايه؟ السؤال احنا عم احنا مش مساء النور. مساء الخير مدام جاكي. احنا عملنا ليفينج تراست ان ميشيغان. اوكي. وعندنا بروبرتيز، عاملين ليفينج تراست لاولادنا، عندنا اربع اولاد. اوكي. عملنا الليفينج تراست ان ميشيغان. وانت حضرتك عايشه فين؟ احنا عندنا كاليفورنيا وميشيغان، عندنا بروبرتيز في كاليفورنيا وبروبرتيز في ميشيغان. وانت ريزيدنت في كاليفورنيا ولا ريزيدنت في ميشيغان؟ We spend the winter here and we spend half of the year here, half of the year in Michigan. اوكي. لا انت في الحاله بتاعتك لو حضرتك تكلمينا and we can give you more details. عشان I have to ask you very specific questions. عشان اقدر اقول لك which اتجاه الصح. ده ايه؟ طب صحيح ده. Yeah. Very good question. Yeah. افرض واحد بنص السنه هنا ونص السنه هنا. Which way to go? لازم اسالها يعني. التفاصيل هسالك بعدين يعني. هسالك تفاصيل على الاملاك. معظم الاملاك فين؟ معظم الاملاك. A little bit more in Michigan, but I just wanted to know about the property in California. ممكن تدخلي لو عايزة، ممكن تدخلي الأملاك اللي في كاليفورنيا جوه الميشيغان تراست، لكن it's not preferred خالص because you're a resident دلوقتي of both. يعني you're not a resident. Yeah. You have to be a resident of one state. Which state are you a resident of? Is it Michigan, Michigan or California? Michigan. If you're a resident of Michigan, then have the Michigan trust and you can place the California properties inside the Michigan trust, but you have to have a California attorney help you عشان تدخلي ال properties جوه ال Michigan trust بطريقة المزبوطة. يعني يبقى عندها محامي في ميشيغان ومحامي هنا. Yes, بالضبط. Okay. عشان قوانين you're talking about two different states. فده أول حل. تاني حل اللي انت تعملي two different trusts. Trust of Michigan with trust of California. عشان you have enough presence في كاليفورنيا، انت نص السنة موجودة هنا. فكمان yeah. ممكن تعملي trust تاني كاليفورنيا trust وتدخلي ال properties بتوع كاليفورنيا جوه ال كاليفورنيا trust وتعملي كده to get some of the benefits الموجودة في كاليفورنيا اللي يمكن مش موجودة في ميشيغان. لكن ده السبب لازم اكلم مع حضرتك اكتر عشان افهم شويه اللي بيحصل في ميشيغان واتكلم على الاملاك ونشوف ايه الحل المفيد ليكي. لكن it's a very good question عشان بيجيلي الحالات دي كتير. طيب فالانسر از ات ديبندز. ثانك يو مدام ساميه. ومعانا بنت الرب. مساء الخير يا بنت الرب. بنت الرب ويبارك الضيفه بتاعتك. انا عندي الحقيقه ثلاث اسئله. طب اتفضلي. سؤال لو سمحت. اوكي. اول سؤال، انا زوجي لي اولاد من زوجته المتوفية ومنفصلين يعني ماديا عننا. انا وزوجي اشترينا بيت ولينا ابن خاص بينا. اشترينا بيت كله كاش. فاشترينا البيت انا وهو اسمنا على في البيت يعني. فانا عايزة اعرف هل انا لازم اعمل living trust اني
ان انا لو انا وجوزي يعني توفينا يبقى ابننا اوتوماتيك ياخد البيت الليفينج تراست. اتفضلي. ولا دي اسمها ويل ولا ايه؟ وهل انا لو رحت لمحامي التكاليف الكوست يعني عباره عن قد ايه يعني رفلي كده يعني ان انا اعمل ليفينج تراست او الويل والكلام ده؟ اوكي، حضرتك عايشه في كاليفورنيا؟ لا، في ولايه نيفادا. اوكي، للاسف عشان حضرتك في ولايه نيفادا مش هقدر اجاوب اسئلتك عشان كل ولايه وفيها قوانينها، لكن لو حضرتك كلمتي المكتب بتاعنا هنقدر نلاقي لك محامي او محاميه تكلميهم وتساليهم الاسئله دي. هي بتقول هل حضرتك ما تقدريش تعملي لي انا الموضوع دوت عشان انت محاميه بعيده عن الولايه؟ ما ينفعش. مظبوط، كل محامي وفيها رخص عنده الرخصه بتاعته في الولايه اللي هو فيه، يعني انا في ولايه كاليفورنيا فعندي رخصه كاليفورنيا، فما اقدرش اساعد اي حد عايش بره كاليفورنيا وما عندوش املاك في كاليفورنيا، ما ينفعش. طيب، اوكي بس يعني طب السؤال الثاني دلوقتي، انا ماليش ميديكال انشورنس، كويس؟ ما عندكيش ميديكال انشورنس؟ اوكي حضرتك سامعاني؟ اه سامعاكي دلوقتي. انا ماليش ميديكال انشورنس، انا رحت هنا هو في الاوفيس بتاع الجفرمنت، عملت مش عارفه حاجه زي بروتكشن للبروبرتي بتاعتي انا، بحيث انا لو كان ليا لو حصل اي يعني مديونه لحد وكده ما قدروش يحجزوا على البيت الا يعني بعد ال 500,000 دولار. اوكي، حضرتك عارفه الموضوع ده؟ انا كنا لسه انا وإيناس بنحكي على الموضوع ده. انا شخصيا تاني هقول لحضرتك ما اقدرش اجاوب على اي حاجه في نيفادا، لكن عموما عشان حضرتك فتحتي السيره، سيره حمايه الاملاك، السيره دي انا في كاليفورنيا كمحاميه اللي بعمل ليفينج تراست وبعمل استيت بلاننج، بيجي لي كلاينتس كتير يكلموني يقولوا مثلا عندهم بيوت وعايزين يعملوا ليفينج تراست عشان عندهم قضيه ضدهم وعايزين يحموا الاملاك. بقول لهم تملي، اقول لهم انتوا جايين تعملوا ليفينج تراست عشان فاكرين الليفينج تراست ده هيحمي الاملاك من قضايا؟ يقولوا اه طبعا. اقول لهم لا، للاسف ده معلومه غلط. الليفينج ريفوكابل تراست، التراست المعمول بطريقه اللي انت يبقى عندك لسه سلطان على املاكك، مش معمول عشان تحمي املاكك من قضايا وانت عايش. لما وانت عايش بتعمل الليفينج تراست عشان تحول الاملاك دي لعيالك بعد الوفاة، لكن لو عيالك داخلين في اي اجراءات بعد وفائك، مثلا عندهم اي مشاكل في البنكربسي، عندهم اي كار اكسيدنتس، لاسوتس، قضية طلاق في وقت وفائك، ممكن تكتب الورق بطريقه تحمي الاملاك لعيالك بطريقه اللي هم ما ياخدوش اي حاجه لغايه ما القضيه بتاعتهم خلصت. فوانا عايش ما اقدرش اعمل الليفينج تراست بالطريقه اللي احمي املاكي من قضايا انا داخله فيها، لكن بعد الوفاء ممكن احمي عيالي لو هم دخلوا في اي مشاكل في الفتره دي من يوم الوفاء لغايه اليوم اللي هم يستلموا الاملاك. لكن ثانية واحدة، يعني انا دلوقتي مثلا لو قدر الله يعني دخلنا مثلا ما عندناش ميديكال انشورنس، دخلنا في عملية او اي حاجة، اتجيلنا جامد مثلا للمستشفى، كويس؟ انا طبعا مثلا الواحد ما قدرش يدفع فاتورة المستشفى وبعد كده مثلا توفى، هل المستشفى تاخد الفواتير من ابني اللي هو هيمتلك البيت بعدية؟ ده الوحيد البيت اللي معايا يعني البروبرتي الوحيد اللي أملكه، هل يقدروا يعملوا كده؟ اوكي، في نيفادا تاني انا اسفه ما اقدرش اجاوب. خلينا نقول في كاليفورنيا. لو في كاليفورنيا بالظبط، لو في كاليفورنيا مثلا انا عندي بيت، اوكي، وما عنديش ميديكال انشورنس زي ما حضرتك بتقولي، فمحتاجه ميديكال، اوكي، والميديكال بالنسبه لنا في كاليفورنيا زي ميديكال انشورنس موجوده من الولايه نفسها، اوكي، الولايه بتدي مجانا الانشورنس،
اوكي وبتغطي كل حاجه. في كاليفورنيا الشخص اللي عنده ميديكال الفوق 55 سنه اللي عنده بيت ممكن ياخد الميديكال بنفيتس، لكن بعد الوفاء ميديكال تدي فاتوره لابنك ويقولوا احنا صرفنا الاتي على ماما على والدتك. لازم تدفع الرقم ده، لو مش قادر تدفعها لازم ناخد البيت. ف حتى لو البيت تحت الحمايه اللي بقولك عليها، انا مش عارفه الحمايه دي شكلها ايه. الحمايه دي لغايه 500,000 يعني. خلينا نتكلم على ان احنا هنتكلم على ان الحاله بتاعت حضرتك هنا في كاليفورنيا، اجان ما نعرفش ايه في نيفادا، بس كلمينا لو الحاله دي هنا في كاليفورنيا ايه السيناريو بتاعتها يعني لو هي حطيتها في الليفنج تراست هتبقى الجفرنمنت ما يقدروش يحطوا ايدهم عليها؟ وده السؤال اللي بتسال في الحلقات كلها. وهي حد تاني اوريدي سال ايه الموضوع؟ الاجابه لا. الليفنج تراست الريفوكابل ليفنج تراست مش معمول عشان يحمي الشخص وهو عايش من قضايا اوكي. لو انا داخله في قضايا وعامله ليفنج تراست عشان فاكره بفكر الليفنج تراست هيحميني من القضايا او من املاكي من القضايا، انا غلطانه. غلطانه تماما. انا بعمل الليفنج تراست عشان احمي الاملاك لعيالي عشان ياخدوا الاملاك بعد وفائي. لكن وانا عايشه لو دخلت البيت مثلا في الليفنج تراست وعملت حادثه مثلا وفي قضيه ضدي، ممكن يدخلوا الليفنج تراست وياخدوا البيت من الليفنج تراست وعادي القضيه تاخد البيت. معظم الكلاينتس خصوصا من الشرق الاوسط اللي بيقولي بيبقوا فاكرين في الاول المعلومه دي، الليفنج تراست بتحمي الاملاك وانا عايش. ده مش مظبوط. ليه؟ قلت لك قبل كده كنا بندردش انا وانت امبارح على الموضوع ده. لو انا عندي سلطان على الاملاك ممكن يبقى في اي حد، يبقى في اي قضايا تبقى عايزه تاخد البيت عشان انا عندي السلطان ممكن ياخدوها. الليفنج تراست الليفنج ريفوكابل تراست بيخلي الشخص يبقى عنده السلطان على املاكه. هو بس بيحمي الاملاك، يحول الاملاك، ما يحميش يعني يحول الاملاك للعيال بعد الوفاء من غير تدخل المحاكم. لكن ما بيحميش الاملاك لو في شخص عايش. بالظبط. طيب هي سؤالها التاني كمان على المستشفى. يعني دلوقتي لو عملت عمليه ولا اي حاجه وبعد كده هل بيقدروا يرجعوا على البيت بعد كده وياخدوا ياخدوا الفلوس اللي صرفوها عليها من البيت؟ اوكي. في كاليفورنيا لو الشخص اقل من 55 سنه وما عندوش فلوس كتير وعنده بيت بس، لو اقل من 55 سنه ممكن ياخد ميديكال يعني انشورنس من الولايه. اوكي. ببلاش، ما فيهاش اي تاثير. لكن لما الشخص يكمل 55 سنه وياخد ميديكال ممكن بعد كده بعد الوفاء ميديكال الحكومه تبعت فاتوره للعيال ويقولوا احنا صرفنا كذا كذا على الوالده، ادفعوا الفلوس او هناخد البيت منكم. وهي عايشه ما فيهاش اي تاثير. التاثير امتى؟ مرحله بعد الوفاء، المرحله لما العيال يستلموا البيت الفاتوره بتيجي لغايه بيتهم. لو مش قادرين يدفعوها يدوا البيت للحكومه. فنعمل ايه؟ ازاي نعالج المشكله دي؟ في علاج، في نوع من انواع التراست very complicated مش سهله بتكلف وفيها شروط كتيرة لازم نطبق كل الشروط. لو if we don't understand الشروط دي بطريقة كويسة ممكن نغلط ونتدبس في مشاكل. لازم نبقى فاهمينها كويس قوي. لكن في حل، الحل اللي نعمل التراست ده بالطريقة المعينة والتراست ده يخلي الشخص يبقى عنده الحق اللي يعيش في البيت وهو عايش، وبعد الوفاء البيت
تروح لعياله من غير اي مشاكل، من غير اي تدخل في من يعني ممكن تتعمل، يعني ممكن تتعمل، ممكن تتعمل، لكن بس زي ما تقولي طبعا لازم في شروط معينه، لازم يعني هاف تو ميت الشروط دي كلها عشان تقدر تتعمل. وكل حاله تختلف من الحاله الثانيه. فلو انت شخص بتفكر تاخد ميديكال وعمرك فوق 55 سنه، او لو اوريدي بتاخد ميديكال وعمرك فوق 55 سنه، كلمونا ونشوف ممكن نعمل ايه. لكن اعرفوا it's not an easy solution، يعني الحل مش سهل، مش زي living trust العادي، بيبقى في trust معين بيتعمل، وانا شخصيا بعملها مع محامي تاني، بنعملها مع بعض، وممكن نساعدك تطلع من المشكله اللي انت فيه، ونأكد العيال ياخدوا الأملاك. لكن فيها شروط وفيها many thoughts many factors لازم نفكر فيها. طيب thank you. معنا الأستاذ سامي. مساء الخير يا فندم. ألو، مساء الخير أستاذ الناس. مساء النور يا فندم. إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك، أنا بشكرك جدا على حلقة النهاردة. شكرا. وبشكرك بالأخص على الحلقة في الأسبوع اللي فات، كان حضرتك قلتي إن فيه نوع خضار بينفع للناس اللي عندهم سكر. ال 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 الرادش، الكوريان رادش، الفجل الكوري. الفجل الكوري. لا، اسمه بالإنجليزي إيه؟ رادش. رادش. رادش، كوريان رادش. كوريان. أوكي. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Bye-bye. You're welcome. طيب اشرحي لنا الوصية، يعني تكلمتي على الترستي والترستور، عايزين نفهم بس أكتر إيه دور الترستي في الليفينج تراست، وإيه دور الترستور في الليفينج تراست. أوكي. لو عندنا أملاك فوق 150,000 دولار، بقولها تاني وتالت عشان الشخص يبقى عارف. لو عندنا فوق 150,000 دولار في الأملاك، مش هنعمل وصية، هنعمل living trust. يعني اللي معاه أقل من 150 يعمل وصية؟ ممكن يعمل وصية، لكن برضو يكلم محامي عشان نشوف حالته شكلها إيه، ونديله النصيحة المزبوطة. لكن كمبدأ لو عندك أقل من 150,000 دولار، لو الموقف بتاعك easy ممكن تعملي وصية. I see. لكن okay. نتكلم فيها، يعني always بيبقى في حاجات ما اقدرش اقولها generally على التلفزيون، على كل على كل الناس. ما نقدرش نطبق مبدأ واحد على الكل. على الكل. I see. لكن لو عندنا فوق 150,000 دولار في الأملاك، يعني مثلا بيت، ومش بنبص على الديون. دي حتة مهمة جدا، يعني أنا لو مثلا عندي بيت والبيت ده يساوي 500,000 دولار، لكن الديون اللي على البيت 450,000 دولار، برضو بيساوي 500,000، فده فوق 150,000 دولار. فلازم أعمل living trust. فاهم النقطة دي؟ النقطة دي مهمة جدا، عشان ناس يقولوا it's okay عندي بيت لكن الديون أكتر من الأكويتي، فمش محتاج living trust. مش مظبوط. احنا بنبص على fair market value. النهاردة في السوق البيت يساوي كام؟ لو يساوي، من غير ما نبص على الديون، يساوي فوق 150,000 دولار، نعمل living trust. Really? That's a very good point. I'm glad you brought it up. الناس مش عارفين الحتة دي. Yeah. لكن living trust بقى ايه؟ living trust عبارة عن معلش قبل ما نخش في النقطه دي، عشان معانا بنت الرب على التليفون. ناخد بنت الرب ونرجع للسؤال لو سمحتي. بنت الرب معانا، مساء الخير يا فندم. مساء الخير لحضرتك. مساء النور. مساء النور. انا دلوقتي عايزه اسال سؤال. انا دلوقتي عايزه اشتري بيت. انا بستعد بالفود والكاشين. هل انا سؤالي شقي، هل يتأثر على لو انا اشتريت البيت، يعني يأثر على الفود والكاش وما يخلينيش اخد على اساس ان انت معاكي مين؟ يعني وكمان انا هاخد، يعني هعمل قرض ده اول سؤال. تاني سؤال، تقولي دلوقتي ان بعد 55 سنه الميديكال يطلب الفاتوره، يعني لو حصل لي
فاتورة من عيالي لو أنا مت. فأنا عايز أفهم يعني يكتب الفاتورة من ساعة ما جيت أمريكا ولا من بعد 55 سنة بس؟ يعني افرض أنا دلوقتي بستخدم الميديكات وحسيت سنة علشان أوقف سنة أوقف خالص عشان أي حاجة بيستخدموا بيبقوا عايزين الفاتورة كلها من ساعة ما جيت هنا كاليفورنيا ولا من بعد 55 سنة؟ شكرا على سؤالك. حضرتك الفاتورة دي بتتحسب بعد ما تبقي 55 سنة، فلو انت خدتي ميديكال من 30 ل 55 ما فيهاش مشكلة، هي بعد 55 سنة المبالغ شكلها ايه؟ دي الفاتورة اللي بتتحسب، اللي بيتحسب العلاج اللي حصل بعد 55 سنة. لكن مش لازم توقفي الميديكال عشان تحمي عيالك، في طريقة تانية، في طرق تانية. ففي التراست اللي احنا اتكلمنا فيه تراست معين فيها طبعا شروط كتيرة قوي وكل شخص غير شخص التاني، لكن في طرق اللي ممكن تساعدي عيالك اللي ياخدوا البيت من رغم اللي انت بتاخدي ميديكال. لكن لو عايزة تعرفي معلومات اكتر كلمينا. طيب نرجع لسؤالنا، الفرق بين ايه هو التراستي والتراستور؟ العقد الاول الليفينج تراست فيها عقد. العقد ده بيبقى بين مين؟ بين شخص ما حضرتك بتقولي اسمه تراستور والشخص اسمه تراستي. مراكز. التراستور هو الشخص اللي بيخلق العقد، اللي بيحط الشروط، اللي بيقول هو نفسه في ايه بعد الوفاء، ايه اللي هيتقسم ويتقسم ازاي و so on and so forth. اوكي. التراستي بقى مين؟ التراستي الشخص اللي بيشرف على الاملاك اللي دخلت جوه التراست، اللي بينفذ الشروط اللي التراستور كتبه. اوكي. بيبقى في ناس كتير يقولوا احنا عايزين نعمل تراست عشان نحمي عيالنا، لكن احنا خايفين لو عملنا تراست حد تاني هو اللي هيبقى عنده السلطان، ابني هيبقى عنده السلطان، ممكن ياخد البيت مني. اقول له نو نو نو، وانت عايش انت ممكن تبقى تراستور وتبقى تراستي، انت اللي تخلق الشروط وانت اللي تنفذ الشروط، انت اللي تدخل الاملاك، انت اللي تبقى عندك السلطان على املاكك. مفيش حد ممكن يأثر او يلمس املاكك او الشروط اللي انت كتبته لغاية ما بعد ما تروح السماء. دي بقى مهمة قوي عشان بتجاوب على سؤالك مين التراستور ومين التراستي. وانا عايش ممكن ابل الاثنين، انا اللي اكتب الشروط وانا اللي انفذ الشروط. لكن بكتب في العقد لو حاجة حصلت لي مين هياخد مركز التراستي بعدية. مين انت بقى تحط مين اللي هياخد بعدي، كنت كل حاجة انا عايزها تتنفذ احطها في الليفينج تراست بالظبط. فممكن مثلا ابني، ممكن بنتي، ممكن تملي. احنا في المكتب بنقول مين اول شخص هتنقيه، ولو الشخص ده مش موجود او مش عايز ياخد المركز ده يبقى في شخص تاني نحط اسمه. بالظبط بالظبط. فيري جود. معانا الاستاذ امير، مساء الخير يا فندم. استاذ امير. ايوه مساء الخير يا فندم. مساء النور. سؤال حضرتك ايه يا فندم؟ عاوز اسالها سؤال عن ايه؟ مساء الخير. مساء النور يا فندم. مساء النور. سلام. مساء الخير يا فندم، سؤال حضرتك ايه يا فندم؟ السؤال في حاله الوفاه لو البيت اتباع وهيكون فيه خساره حوالي 45,000، هل الاولاد سامعينك يا فندم اتفضل. هل الاولاد في هذه الحاله يدفعوا المبلغ ده لو باعوا البيت؟ يعني في خساره في ثمنه؟ يعني مثلا لو البيت يعني لو الديون اكتر من الفير ماركت فاليو، ده السؤال؟ اوكي.
العيال مش هيبقى عندهم المسؤوليه اللي يعملوا كده. يعني لو هم عايزين يرموا البيت ممكن يرموا البيت، لكن لو قرروا اللي ياخدوا البيت لازم ياخدوا البيت بديونها. فده الاجابه. شكرا. شكرا يا فندم. معانا مدام فكريه. مساء الخير يا مدام فكريه. مدام فكريه، مدام فكريه مش معانا. طيب هل ممكن الواحد يعمل الليفنج تراست اونلاين؟ احنا بنشوفها كتير قوي اونلاين، ممكن الواحد يخش كده وتاك تاك تاك ويملى الكويستشنز والحاجات والاسامي، ويعني اتس ايزير وتشيبر وموجوده اونلاين. هل بتنفع يعني ولا ليها مشاكل بعد كده؟ طبعا ممكن، كل حاجه ممكن، لكن فيها مشاكل كبيره. هقول لك ليه. الاونلاين عباره عن ايه؟ عباره عن كمبيوتر، عباره عن روبوت. الروبوت ده يقول اوكي الليفنج تراست هيتعامل بالطريقه دي اللي هو شايفه اونلاين الداتا. لكن الروبوت ده اونلاين مش هيفهم الشخص موقفه شكله ايه، عيلته شكلها ايه، املاكه شكلها ايه. بيبقى في حاجات زي ما بنقول بالانجليزي مش كوكي كاتر. كل شخص وعنده موقف غير التاني، مختلف السيتويشن بتاعته مختلف. بالظبط. زي الدكتور مثلا قلتها المره اللي فاتت، زي الدكتور، دكتور تخصص في القلب. الدكتور متخصص في القلب ما يقدرش يعالج بالطريقه المظبوطه الدكتور المشكله اللي موجوده في الرجل. اوكي، كل حاله تختلف عن الثانيه، فلازم يبقى في محامي متخصص او بيعمل حاجه زي الاستيت بلانينج، يعرف يشرح الموقف، يعرف يحلل الموقف ويشوف الكل عيلة فيها مشاكلها او فيها شروطها لازم تتطبق. يعني مثلا يبقى في ام واب، والام والاب عندهم عيال، والعيال عندهم ابن، والابن ما بيعرفش يصرف كويس، بيضيع فلوسه على الفاضي. لما يروحوا اونلاين مش هيعرفوا يشرحوا النقطة دي. احنا كمكتب هنسأل الأسئلة. ابنك بيصرف، شكل الصرف بتاعه وشكلها ايه؟ بيصرف كويس ولا لا؟ هقول لا ابني عنده مشكلة في الصرف. هنحكم الصرف بتاعه ازاي؟ انا مش عايزة اديله بيت كده ممكن يضيع البيت بعد ما نروح. اوكي، ممكن نعمل living trust بطريقة معينة، نحط شروط معينة، نخلي الابن ياخد الفلوس شوية شوية او بشروط معينة عشان ما يضيعش فلوس في ثانية. يبقى في واحد تاني يقول لي انا خايف مراتي تروح تتجوز بعد ما انا اموت وتدي كل الفلوس لجوزها الجديد مثلا وتنسي العيال. again online مش هيفهم كذا. حول اوكي، لو انتوا الاثنين متفقين ممكن نعمل living trust بطريقة معينة. تقول لما اول شخص يتوفى يبقى في شروط، التاني لو اتجوز جوازة جديدة مش هيقدر يلمس النص بتاع الشخص اللي توفى. يبقى كده الشخص اللي راح للسما يأكد النص بتاعه راح لعياله هو. لو اتجوزت بقى اتجوزت براحتها يا حرة، بس جوزها الجديد ما يقدرش يحط ايده على الفلوس دي. فدي الحاجات اللي احنا ممكن نشوفها لما بص عليكي كده في مكتب. اسألك الاسئلة، اشوف شكل الديناميكس بتاع العيلة شكلها ايه، الاملاك شكلها ايه، الوضع بتاع الديون شكله ايه، مثلا صحتك عاملة ايه. كل الحاجات دي مهمة قبل ما نخلق الورق. I see. طب thank you. عشان احنا معانا مدام كيرية ولا مدام نادية؟ مين؟ مدام كيرية. اهلا وسهلا مدام كيرية، مساء الخير. اهلا بك يا استاذة انس. اهلا بك. مساء الخير عليك ومساء الخير على مساء النور. لا استاذة. اوكي. I'll go now for my question. تفضلي حبيبتي، سؤالك ايه؟ اوكي. انا كنت شارية بيت انا وجوزي مع بعض، وبعدين بعد كام سنة باسم بنتي على الديد، بعدين هو توفى. لو انا توفيت البيت هيبقى ليها هي ولا هيبقى في مشكلة؟ اوكي، سؤال كويس. دي دلوقتي عاملة، حضرتك عاملة joint tenancy؟ كان joint tenancy.
جوينت من ساعه ما اتعمل الديد انا وجوزي وبعدين دشنا البنت. يعني انتوا مكتوبه في الديد انت وجوزك وبنتي جوينت تننس. اوكي yeah. اول شيء لازم جوزك, انا اسفه باي ذا واي, انا اسفه اللي هو توفى, لازم حضرتك تشيلي اسمه من الديد. ده اول حاجه بنسميها اشيل اسمه هو بنسميها clearing title. ليه؟ عشان لو جيتي النهارده بيعي البيت او تحطي اي ديون على البيت, loan, refinance, اي شيء, هيقولوا ليه اسمه لسه موجود. هتقولي اوكي هو مش موجود لكن كان اسمه على البيت. هيقولوا اوكي you have to clear title first. ف clearing title is very important. لما الشخص يتوفى لازم نشيل اسمه من التايتل. ده اول حاجة. تاني حاجة, لو حضرتك عايشة وانتي وبنتك اسميكم انتوا الاثنين على البيت, وبنتك دخلت في اي مشاكل, مثلا قضية بعد الشهر طبعا, لكن اي مشكلة مشاكل بتحصل, ممكن البيت ده يتاخد منك تماما وانتي عايشة. فا it's not a good idea, مش فكرة كويسة تحطي اسم بنتك وانتي عايشة على البيت, عشان لو اي حاجة حصلت لها اي مشكلة ممكن البيت ده يضيع منك. وكمان ممكن مشكلة تانية تحصل لبنتك, لو بنتك وانتي انتوا اسميكم انتوا الاثنين على البيت وحصلت لك حاجة, انتي عايشة لكن مثلا مش واعية, والبنت عايزة تاخد اي قرار على البيت, تبيع البيت, مش قادرة على مصاريفه, تاخد لون, اي شيء, مش هتقدر تاخد اي قرار من غير ما القاضي يتدخل في الإجراءات, عشان انتي اسمك لسه على البيت لكن مش واعية. ازاي بقى نمنع كل المشاكل اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي؟ نعمل living trust. living trust ده يخلي اسم حضرتك يفضل على البيت, يعني نشيل اسم جوزك ونحط اسمك بس على البيت, ويبقى مكتوب في الورق لو اي حاجه حصلت لك وانتي عايشه لكن مش واعيه, يبقى بنتك فورا يبقى عندها السلطان تاخد القرارات. في نفس الوقت لو انتي مش عايشه رحتي السما, يبقى من خلال الليفينج تراست بنتك تاخد البيت باسمها على طول. كده عملتي ايه؟ حميتي نفسك وانتي عايشه, وحميتي بنتك لو اي حاجه حصلت لك وانت مش واعيه. ده حاجه حلوه كمان بنحطها, نحط الشروط في الورق نكتب عليها, لو بنتك بعد وفائك دخلت في اي مشاكل, لو هي دخلت في بانكروبسي او قضيه طلاق او حادثه او اي مشكله, والبيت ده لسه مش في اسمها لكن جوه تراست, ممكن نحمي البيت من اي قضايا لغايه ما القضيه تخلص, وبعد ما القضيه دي تخلص تستلم البيت. فكده كميه الحمايه اللي عملتيها عشانك وعشان بنتك اكتر بكتير من الجوينت تيننسي. الجوينت تيننسي فيها خطوره كتيره. شكرا. شكرا يا مدام كيري. ومعانا مدام ناديه. مساء الخير يا مدام ناديه. كان عندي سؤال للأستاذة جاكلين. تفضلي حبيبتي. تفضلي. انا كان جوزي كان على ميديكال. اوكي. وعندنا هو بعدين ربنا افتكره, فعندنا هاوس وي ار جوينت تيننتس انا وهو. اوكي. فزي ما حضرتك قلتي الميديكال ما بعتيش الفاتورة, انما قال لي ان في حالة وفاتي ممكن ان هم يطلبوني بالمصاريف كلها بتاعت الميديكال. فانا عندي ثلاثة اولاد, انما كل واحد فيهم شاري بيت لوحده. يعني فانا بفكر انا بفكر ان انا هبيع البيت. فهل انا ليه سؤالين حقيقي. السؤال الاول, لو انا بعت البيت وانا جازلت عايشه وبعت البيت, هل ان الميديكال هيطالبني بالفلوس بتاعت المستشفى؟ ده سؤال نمبر 1. السؤال الثاني واخر سؤال,
ولادي اللي هم شارين بيوت منفصلين يعني عن البيت ده خالص، هل الميديكال يروح لهم في العنوانهم في البيت بتاعهم ويطالبهم بالفلوس؟ أسئلة حلوة جدا. أنا هبتدي بتاني سؤال عشان عجبني قوي. تاني سؤال، لو عيالك عندهم بيوت أو عندهم أي حاجة شخصيا ميديكال ما تقدرش تأثر أو تبعت أي فواتير، الفاتورة دي بس بتبقى في الحالة لما أنتي أو جوزك عندكم أملاك بيفضل بأساميكم، يعني أنتوا كنتوا عندكم حاجة وبعد الوفاة لسه موجود في اسمك. ده البيت ده هم عايزين البيت، هم عارفين في فاتورة دفعوا مبلغ معين على الميديكال كير بتاعك، اوكي، وشايفين اللي انتي لسه عندك بيت في اسمك. ففي الشرط في الحالة دي عارفين الأكيد عيالك كانوا هياخدوا البيت. قبل ما ياخدوا البيت هم عايزين النسبة بتاعتهم، فده الحالة اللي بيسألوا على الفاتورة أو بيبعتوا الفاتورة دي. لكن ده مش بيأثر في العيال شخصيا، في أملاكهم شخصيا، بس بيأثر في أملاكك أنتي. يعني كان هو مثلا أبوهم عايش فيه ملكه، مظبوط ملكه، لكن اتفضلي، لكن الأملاك بتوعهم هما شخصيا، الميديكال اللي تاخد منك انتي مفيش تأثير فيه خالص. والسؤال الأولاني، هل أنا لو بعت البيت هل هما لهم الحق يجوا ويطلبوني برضو بالفلوس؟ لو انتي بعتي البيت انتي بتاخدي ميديكال دلوقتي؟ نو، بس جوزي كان بياخد. أوكي. واحنا جوين تيننت انا وجوزي. الحته دي لما جوز حضرتك توفى، انت قلتي لي كان ما فيش اي طلب، كان ما فيش اي فاتوره جات لك، كان ما فيش اي مشاكل عندك. نوت فاتوره، نو يعني مش فاتوره بالديتيلز يعني بالمصاريف، انما جالي جواب انهم عايزين يعرفوا هو عنده ايه ولو عنده بيت البيت بيساوي كام. فلما انا بعت لهم قلت لهم ان اتس جوينت تيننت، ما بعتوليش تاني. اوكي، يا كنت لسه هقول لك كزوجه عشان كل الناس اللي بيتفرجوا دلوقتي يبقوا عارفين، كزوجة وانتي عايشة مفيش اي طلب، ما يقدروش يطلبوا باي حاجة وانتي عايشة. اوكي، ولو عندك ابن او بنت معاق برضو نفس الشيء، لو الابن او البنت المعاق عايش ما يقدروش يطلبوا باي حاجة. اوكي، لو انا بقى بعت دلوقتي ما يقدروش برضو يطلبوني باي شيء. لو انتي بعتي عندك المسؤولية لتبلغيهم، لازم تبلغيهم. لما تبلغيهم هيسألوكي أسئلة معينة، من خلال الحالة بتاعتك هتشوفي إيه اللي هيحصل. It depends on the person والكيس بتاعه. يعني أنا لو بعت البيت لازم أروح أبلغ الميديكال؟ لازم تبلغي، لازم تقولي لهم عشان كان اسمه على البيت. بس تبلغيهم، هما بقى يشوفوا الكيس بتاعك ويقولولك بالضبط إيه اللي هيحصل، لو حيبقى في اي مصاريف ولا لا. فإتس فيري امبورتنت قبل ما تعملي حاجه تكلميهم وتقولي لهم انا حالتي كذا كذا، ذس از ذا كيس نمبر، وانا بفكر ابيع البيت. ايه الرامفيكيشنز؟ هيقولوا لك ان يور كيس. لان هم ما طلبونيش باي فلوس لحد دلوقتي خالص، مش هيطلبوا وانت عايشه. لكن لما انت تيجي تبيعي البيت هيبقوا عايزين يسالوا اسئله معينه يقولوا لك ايه اللي هيحصل. فاتس فيري امبورتنت، عندك ريسبونسابيلتي تكلميهم على الاقل عشان يبقوا عارفين. اوكي ثانك يو فيري ماتش. يور ويلكم. يور ويلكم. معانا مدام ميرفت، مساء الخير. انا اسمي ميرفت. جوزي توفى من بس خمس شهور. هو البقية في حياتها. جواب the Department of Health Care Service وأكتب information about it وكده هو. ف ده is any problem إذا كنت I ignore ولا I have to do it ولا what؟ مش فاهمة سؤالك قوي، ممكن تكلمي أكتر، تقولي لي الحالة أكتر. أوكي، أنا جاني من الميديكا، هو مكتوب Department of health care service medical state recovery questionnaire. Yes. So I don't know الجواب دوت. كاتبين ان انا لازم اعمل اكتب املاك كله
وهو عنده هاوس وعندنا احنا عندنا هاوس طبعا اثنين هاوس وكده واحد رينتل واحد عايشه فيه فمش عارفه ايه الجواب دوت يعني what the reason for. اوكي زي ما احنا اتكلمنا عليه يعني اتكلمنا على الموضوع ده من شويه الميديكال الميديكال دلوقتي عندهم فاتوره it's like a silent bill فكري فيها كده it's a silent bill كل المصاريف اللي اتصرفت على على جوز حضرتك بيبقى مكتوب في الريكوردز اوكي وانتي انا عندي برايفت انا سيستر سيكيورتي فباخد ميديكير لكن your husband كان عنده ميديكال ولا ميديكير No, oh, Medicare is okay. Yeah. Medicare ما فيهاش مشكلة. بس في حالة Medicare برضو لازم to answer the questions. But it's fine. عشان ال amount of Medicare and the way they provide it لازم يسأل الأسئلة دي بعد الوفاة. لكن ما بيأثرش في ال recovery. I wouldn't worry too much. لكن لو هو كان خد Medical دي حالة تانية. Because خدنا ميديكال انا nothing I know يعني عارفه هو ما كانش بيتكلم يمكن خد ميديكال عشان لو انت قلتي لي كلمه ريكفري ده بالنسبه لي it triggers ميديكال و many of the times الاشخاص بياخدوا package بياخدوا ميديكال مع الميديكير الاثنين مع بعض يبقوا تبقى حضرتك فاكره ان انت بس واخده ميديكير لكن تتعلمي لا خدتي الاثنين ف I don't know لازم تكلميهم وتساليهم هل هو خد ميديكال ولا لا لو هو كان خد ميديكال بيسالوا الاسئله دي عشان بعدين مش وانتي عايشه وانتي عايشه ما يقدروش ياثروا فيكي ياثروا في البيت خالص لكن بعد الوفاه ممكن يبتدوا يطلبوا المبلغ اللي احنا كل اتكلمنا فيه من بدري لكن right. لو هو خد ميديكال it's very important تفكري ايه الحل عشان في trust معين بنعمله بعملها مع محامي تاني بنعملها مع بعض عشان okay. نعمل الحل ده اللي نحمي البيت ونأكد البيت ده هيتحول لعيالك من غير مشاكل اوكي okay. okay. بس بنعمله update ولا this is a whole another trust لو انتي في الحالة دي بتبقى very very sensitive complicated very complex trust وفيها شروط كتيرة فالtrust ده يبعد من التrust العادي ده حاجة ودي حاجة تانية خالص اوكي حضرتك فين الادرس بتاعك واخده ازاي احنا عندنا مكاتب في جلندال ومكاتب في سان دييغو فمدام ناديه لو تخليكي على الخط وهم هيدوكي نمره المحاميه جاكي خليكي على الخط ما تقفليش شكرا شكرا حبيبتي معانا الاستاذ كرم مساء الخير يا فندم انا مساء الخير مرسينا ازيك انت يا فندم انا عايز اتكلم استاذ جاكي لو اتفضل يا سماعه اتفضل اوكي اهلا انا يعني برنامج جميل ومفيد جديد مفيد جدا للناس كلها شكرا انا وضعي ان عندي two houses and both are paid off the one which we live in and the other one which we are renting to a tenant اوكي دلوقتي انا عندي بنت وولد فانا مش عايز بعد ما احنا pass away ولا whatever نسيب الدنيا ان يكون في يعني الجفرمنت تاخد اي تاكسس او تاخد اي حاجه يعني يكون البيتين لاولادي يعني ما حدش جيت بنفيت اوف يس اوف ذم اكسبت ماي سان اند دوتر سو اي دونت نو هاو ذا بيست واي تو هاندل ذيس سيتويشن هو من خلال الليفنج تراست حضرتك تكتب الليفنج تراست We do a living trust عشانك واللي نعمله لحضرتك تكتب فيها لو حاجة حصلت لي مثلا مراتي تاخد كل حاجة وهي اللي هتبقى عندها السلطان لو حاجة حصلت لنا احنا الاثنين كل البيوت او التو هاوسز هتتقسم بين بنتي وبين ابني ومثلا ابني هو اللي هيشرف او بنتي اللي هي هتشرف على التقسم والتوزيع
اوكي يبقى كده المحكمه ما تقدرش تتدخل او الولايه ما تقدرش تتدخل يبقى كده you kept everything very private لكن كده you brought up a very important point اول point إيناس اللي احنا لازم نعمل a living trust تاني point واهم اللي لازم ندخل الاملاك جوه ال living trust حضرتك تتخيل مثلا ال living trust ده زي عقد فاضي زي صندوق فاضي اوكي والصندوق ده تكتب فيها الشروط اللي انت نفسك فيه العيالي هياخدوا بالتقسم بالتساوي مثلا لكن لازم تدخل البيوت جوه تراست الصندوق الفاضي اوكي هتعملها ازاي الديدز من خلال الديدز البروبرتيز دلوقتي مكتوبه باسمك الشخصي yes you and your wife لما نعمل الليفينج تراست نعمل ديد جديد نحول البيت من اسمك واسم مراتك الشخصي لأساميكم كتراستيز of the trust بالطريقة دي دخلنا البيوت جوه حماية التراست ولو حاجة حصلت لكم الولاية مش هتتدخل كاليفورنيا مش هتتدخل لا زي... أنا تبع بنسلفانيا أوكي أنا مش عارفة بنسلفانيا شكلها إيه لكن في محامين في بنسلفانيا ممكن يساعدوك في الأمر ده لكن thank you على اتصالك Thank you أستاذ كرم ومعانا Thank you معانا هالة مساء الخير يا هالة هالة مساء الخير يا هالة مساء الخير مساء نور أنا عندي سؤال كنت سألته المرة اللي فاتت ومستنية الحلقة دي عشان أسأله دلوقتي بالنسبة للميديكال وأنا وجوزي وعندي عيال فدلوقتي لو إحنا اشترينا بيت إحنا لسه ما اشتريناش بيت بس لو احنا اشترينا بيت والميديكال وحد فينا توفى هل الميديكال هياخد كل الـ الـ الفلوس اللي صرفها علينا على من البيت اوكي هل مثلا لو احنا انا او جوزي اشتركنا قبل ما نجيب البيت في 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 حاجة تانية في في إنشورنس تاني مش ميديكال ده هل ده هيحمي ال يعني هيخلي ما ياخدوش البيلز بتاعتهم ولا ال يعني ايه الطريقة يعني مش عارف ال هلا طب حبيبتي انت عندك ميديكال دلوقتي ولا عندك ايه انا وجوزي وعيالي عندنا ميديكال اوكي بس احنا دلوقتي بنفكر نجيب بيت فلو احنا جبنا البيت اوكي وحد فينا توفى هو انا شيء انا عارفه الميديكال هياخد كل حاجه صرفها علينا خلي جاكلين ترد جاكلين. اوكي اول حاجه انا شايفه مشكله تانية عندك انت النهارده عايزه تشتري بيت كويس انت قلتيلي انت بتاخدي ميديكال انت وجوزك وعيالك لما ناخد الميديكال ايه السبب اصلا اللي هما بيدوا الميديكال بيدوا الميديكال عشان عندك لو انكم الانكم بتاعك قليل انت دلوقتي عايزه تشتري بيت هيقولي هيسالوا جبتي الفلوس دي من فين شايفه المشكله يعني انت عايزه تشتري بيت لكن بتقولي الميديكال انت ما عندكيش فلوس ومفاجاه اشتريتي بيت كده حاطه نفسك في مشكله كبيره قوي وده بقى بيدخل في اللي احنا بنسميه مش عايزه اخوفك يعني but you don't want to get into the area اللي احنا بنسميه في كاليفورنيا الانتي فراد الفراد اللي هم في كاليفورنيا في ميديكال خصوصا بيبقوا بيدوروا على الناس اللي بيقولوا حاجة ويلاقوا حاجة تانية في الابليكيشن نفسه في الابليكيشن نفسه بيسألوا what is your income لو مفاجأة sorry go ahead اتفضلي sorry هي الفكرة ان يعني احنا بنحاول انا وجوزي بنشتغل على قد على قد ما نقدر بس اللي هو
على اساس نحافظ على الميديكال، لان احنا عارفين ان احنا مهما يعني ما يعني even if we exceed الليفل بتاع الميديكال هن برضه هنصرف اكتر. يعني عارفه حضرتك اللي هي الليفل اللي هو يعني عدى الميديكال، بس في نفس الوقت لما نروح للدكاتره وكده بنصرف اكتر. Yes. فاحنا بنحاول نقلل الانكم بتاعنا على اساس ان احنا يعني نحتفظ بالميديكال بس. okay. وانس ان احنا هنفكر في بيت او كده يعني هنعدي اكيد الليفل ده. فعشان كده بقول لو احنا اشتركنا في انشورنس تاني قبل ما نشتري البيت. في واحد منكم فوق 55 سنة؟ اوكي سو اللي هيحصل اوكي خليني اسألك سؤال تاني، هل صرفوا كتير عليكي او على جوزك او اي شخص فوق 55 سنة؟ لا بس لا يعني ما فيش يعني في عمليات بس كانت للولاد مش لنا. اوكي هقول لحضرتك كل موقف وفي الحالة بتاعته، فأفضل حاجة لحضرتك تكلميني شخصيا وأجاوب الأسئلة بتاعتك من خلال الموقف بتاعك، عشان كل موقف وفيها الإجابة بتاعته. لكن في الموقف بتاعك هنفكر هل نستمر على مرك ولا لا، صحتك شكلها إيه، صحة جوزك شكله إيه، هل you're gonna improve in your income by much or not. يعني في أسئلة كتيرة. أوكي من خلال الإجابات بتاعتك هنعرف إيه الحل المفيد عشانك. أوكي ففي many factors، فلو كلمتيني نحكي شوية على الموضوع. طيب شكرا يا هالة، وهناخد آخر مكالمتين يا جاكي قبل الفاصل. ناخد بنت الرب. مساء الخير يا بنت الرب. الخير. مساء النور يا حبيبتي. بنت الرب لو توطي التلفزيون شوية من فضلك. حاضر. مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي. مساء النور. عندي سؤال للأستاذة عايزة أسأله لها. تفضلي. أقول لها في حالة لو عندي ثلاث ولاد، في حالة لو أنا كتبت البيت أنا وجوزي اللي ولادي دول وأنا عايشة زي ما يكون هدية جفت ليهم، هل في الحالة دي لو أنا لو ربنا افتكرنا هل يطلبوا عيالنا بالفلوس اللي هم صرفوها لنا في العلاج؟ لا مش فاهمها قوي. يعني لو انت بتتكلمي على حالة ميديكال تاني، رجعنا على ميديكال. اوكي انت بتاخدي ميديكال حضرتك النهاردة؟ ايوه. اوكي وعايزه عايز لو عطيت ولادي البيت هديه جيفت. يس ما ينفعش. مش هاخد منهم فلوس ولا حاجه. اوكي اول حاجه مش هينفع ان انت تدي جيفت كده ايزي كده. ما ينفعش. في الابلكيشن بتاع الميديكال بيبقى مكتوب فيها that anytime تعملي ترانسفير او تبيعي البيت بيبقوا هم لازم يبقوا عارفين، الميديكال لازم يبقوا عارفين. اوكي ايه اللي هيحصل بقى لو اديتي الهديه دي لعيالك for a period of time، في وقت معين هيوقفوا لك الميديكال وبيبقى في مشاكل بتحصل. هي مش موضوع سهل زي ما حضرتك متخيله. فاول حاجه لو حضرتك تكلميني عشان الموضوع ده again حساس وكل موقف وفيها المشاكل بتاعتها، كلميني ونشوف الموقف شكله ايه بالظبط وايه الحل، عشان في حلول لكن الحلول دي فيها مشاكل. يعني مثلا لو انت اديتيها كهدية او دخلتيها جوه التراست المتخصص اللي بنعملها في المكتب بتاعنا، اوكي اللي هيحصل الميديكال هتوقف الميديكال بنفيتس بتاعك فتره معينه، وفي اجراءات وفي ماني فاكتورز بنبص عليها. فكلميني ونشوف بالظبط ايه الحل المفيد عشانك. اوكي طيب اخر سؤال. ثانك يو حبيبتي. اخر سؤال جاكلين قبل ما نروح الفاصل، لو اي حد عنده طفل هانديكاب ديسيبلد معاق وعملت له ليفنج تراست واخد الفلوس، انت كنت قايله لي قبل كده ان هم بيقطعوا من عليه عنده البنفيتس. يعني
طب قولي لي ازاي انا اضمن، يعني انا عملت الليفنج تراست وعملت اللي عليا على اساس ان الولد ياخد او البنت تاخد الفلوس بعد ما انا اموت، ازاي اضمن ان الولد ده يفضل ياخد البنفيتس من الحكومه وفي نفس الوقت ياخد الورث؟ لما نعمل الليفنج تراست نقول لابني هياخد الفلوس لكن مش في ايده، ابني المعاق مش هيبقى عنده السلطان اللي يصرف زي ما هو عايز. حامل حاجه اسمها special needs trust، trust للشخص المعاق، اوكي؟ التراست ده يأكد ان في فلوس معينه هتبقى موجوده لابني، لكن ابني مش هيبقى عنده السلطان اللي يصرف زي ما هو عايز. يبقى مثلا اختي هي اللي تصرف عليه بالفلوس، لكن لو هو عنده السلطان اللي ياخد الفلوس من غير اي شروط هيوقفه الـ government benefits، هيوقفوا الـ health insurance، وده خطر جدا طبعاً. فأفضل إن أنا نقي شخص واثقة فيه وأقول الشخص ده هو اللي هيشرف على فلوس ابني، وفي نفس الوقت يبقى مكتوبة بطريقة اللي لازم أخويا أو أختي هي اللي تصرف على ابني، ما تقدرش مثلا تاخد الفلوس في جيبها، لازم تصرف على ابني. ويبقى كده ابني he's okay، اخذ الورث وفي نفس الوقت بياخد البنفيت بالظبط من الحكومه بالظبط. طيب جاكي احنا ما خلصناش، احنا خلصنا يمكن الجزء ده من البرنامج، لكن عندنا جزء تاني. اعزائي المشاهدين خليكم معانا، هناخد فاصل صغير ونرجع نكمل برنامجنا للجزء التاني، فابقوا معانا. أنا لحد دلوقتي مش قادرة I cannot comprehend، يعني إزاي زوج يكون بيحب مراته ويطلع يخمر؟ How do you think people on drugs under the influence function on their daily basis؟ I think they do function. السالت بقى إنك عايزين بقى نتكلم على البيتزا، نسينا نتكلم عن البيتزا. السترينث بتاعها فين؟ قصدي على الرجل ولا على الرجل؟ على الرجل. توقعات المفروض الواحد قبل ما يشتري بيزنس يعني ميك شور ان هي عنده ومظبوطه معلومات، لو فاهم في 50% وال 50% التانية انت بتتعلمهم في البيزنس. Listing of all the requirements. We mentioned some of them earlier. يعني قبل كده الجريدز طبعا مهمه. ال depression ليه انواع ولا كله بيبقى يعني ستايل واحد كده؟ لا طبعا انواع كتيره خالص. مش لوحدي.
لوجوز، الكلمة المتجسد خلصك. الآن دورك لمساعدة لوجوز تي في. يوجد حاليا احتياج شديد لتغطية مصروفات القناة الشهرية. برجاء ارسال تبرعاتكم على لوجوز تي في، PO Box 8266 بورتو رانش كاليفورنيا 91327، او اتصل بنا على 818-342-3388. أعزائي المشاهدين، برحب بكم مرة تانية برنامج مش لوحدك، وبننتقل للبارت 2 من البرنامج. الجزء الثاني الحقيقة ملهوش دعوة بالليفينج تراست. احنا هنتكلم دلوقتي على العراقيين اللاجئين والسوريين اللاجئين، وعلى المأساة اللي بيشوفوها هناك، البنات اللي بتتخطف هناك وبيتعمل لهم ريب، وبيتقتل أبوهم وأمهم قدام عينيهم، و يعني مأساة بكل المقاييس. يعني هنتكلم النهاردة على إزاي إحنا نقدر نساعد الجالية العراقية والسورية من هنا، من أماكننا هنا، ويعني أقول أي حد مننا يقدر يساعد مش حاجة كبيرة. هنتكلم على التفاصيل دي كلها، بس اسمحوا لي أرحب بضيوفي في الحلقة مرة تانية. أحب أرحب بضيفتي الأستاذة إيفيت البياضي، مقدمة برامج المرأة الفاضلة ومن القلب للقلب، ومؤسسة جمعية رودز اوف سكسس. اهلا وسهلا يا مدام ايفيت، برحب بك. اهلا بيكي ايناس، اهلا بيكي. ثانك يو سو ماتش على الوقت الجميل ده. ثانك يو حبيبتي فور كومينج. وكمان ارحب مره ثانيه بالمحامية الاستاذة جاكلين اسحاق، وطبعا هي تبقى الأمورة بنت الاستاذة ايفيت. اهلا وسهلا يا جاكي مره ثانيه. شكرا. طبعا يعني الحقيقة انتوا عاملين مجهود جامد جدا، ورحلات كتيرة قوي للعراق رغم اللي بيحصل هناك، ورغم الحوادث والقنابل والرصاص والحاجات دي كلها. لكن بقول ايه، ما خفتوش، ما كنتوش قلقانين اللي بتروحوا الرحلات دي كلها؟ رحتوا السنة اللي فاتت 4 مرات للعراق، وهتروحوا تاني رحلات تاني. يا ريت يا مدام ايفيت تقول لنا الرحلات اللي فاتت سريعا كده، ايه اللي عملتوه وايه الميشن بتاعتكم كانت ايه؟ الميشن بتاعتنا كانت ان احنا نساعد الناس دي، لان هم بيمروا بظروف صعبه جدا، كلنا بنشوفه كلنا بنسمع. لكن كنا بنبعت كونتينرز، فبنروح وناخد الكونتينرز ونوزعها ونتاكد انها متوزعه على الناس الصح، والناس فعلا بتستفاد منها. another level we work على الليفل بتاع الحكومه. المرة اللي فاتت بالذات
الحكومة الكردية ابتدت انها بتدرس مشروع دستور. تعرف ان الدستور بيأثر في حياة الشعب والنيشن لمئة سنة لمئتين سنة. واي قرار بيتاخد بيكون له تأثير كبير. فالحياة ربنا ادى الفرصة لينا ان احنا نشارك في موضوع الدستور ده هو بالنصيحة بالإكسبرينس سبيشالي جاكي. يعني شي هاد إكسبرينس في وضع دساتير وحاجات زي كده. فانتخبت منهم انها تروح ومعانا مجموعة ورحنا وساعدنا في مشروع الدستور. الحاجة الثالثة اللي عملناها كنا بنروح وبناخد معنا تراما إكسبرتس وناس دكاترة وناس متخصصة نفسية. لكن البنات المخطوفين دول تخيلي انت رايحة النهاردة بمجموعة نفسية قعدتي مع البنات, البنات حكولك وفتحولك قلبهم وحبوكي, رحتي سافرتي وبعدتي مجموعة تاني جت تتقابل معاهم يحكوا ويقولوا مفيش علاج, مفيش حاجة مستمر, مفيش حاجة مستمر. ده إجهاد عليهم, إحساس إن هم أنا بس أوبجكت, كل واحد عايز يعرف الحكاية بتاعتي, لكن مين بيهتم بي ومين بيساعدني. ابتدينا إن إحنا نشوف إزاي نساعد البنات دي بطريقة عملية. فابتدينا مشروع اسمه تيك أوفر تراما, استخدام التكنولوجيا علشان ننتصر على التراما. الحقيقة دي كانت فكرة صاحبة جاكلين. عارفة الشباب الصغير ده لما بيتلم على بعض وبيحس ببعض بيطلع بيغير مجتمع. صحيح, يعني أجيال بتعمل تاريخ. صحيح, الجيل الصغير ده. فابتدوا في الأفكار دي وابتدينا من خلال التكنولوجي بنتقابل مع البنات دي مع أخصائيين نفسيين بيكلموا اللغة العربية وبيساعدوهم وبيبقوا على اتصال بيهم مستمر. زائد ان احنا ابتدينا نحط لهم أمل, لا انت ممكن تتعلمي, اللي حصل لك دي مش نهاية الدنيا, اللي حصل لك ده مش ده وخلاص. أي, لا في أمل في حياة. النهاردة انت مش لازم تكوني للانتحار, انت مش لازم تفكري في الانتحار, انت كان نفسك ايه قبل ما ده يحصل, تبقي ايه. شوية 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 شوية, ساعات ما يردوش, ساعات مش قادرين, ساعات يترعبوا, ساعات يخافوا, يبتدوا الكونسلرز يبعتوا لهم تكست مسج, يور لافد, يور امبورتنت, يور كيرد فور, I want you to know I'm here for you. طبعا الظروف مش سهلة, لكن great things are happening. ده الحاجات اللي احنا كنا بنروح وكنا بنعملها. طب سؤال سريع, يا معانا الحقيقة جاكي كانت عملت انترفيو في قناة العربية وهتشرح شوية من الحاجات اللي قلتوا الحقيقة الاكمبلشمنتس اللي عملتوها هناك مع بعض, لكن خليني أسألك بسرعة على حالة البنات. يعني الواحد بيسمع قصص مريعة, بنت بيعتدوا عليها عند 10 سنين 9 سنين ويموتوا أبوهم أمها قدام عينيهم, إخواتها قدام عينيهم, حاجة يعني إزاي البنت بعد كده بتقدر تعيش بعقلها سليمة؟ يعني حتى اللي بيهربوا بيرجعوا خلاص, يعني هي حاسة من جواها إن هي انتهت. وزائد الكالتشر, يعني في مثلا طبعا معظم الأهالي بتموت, لكن الأم بتبقى ساعات أم مخها متركب شمال, لا بنتي حصل لها كده يبقى أنا ما أقدرش أن أنا أسابورت هير, بالرغم من أن هناك بيتكلموا أن دول ضحايا وأن ده اعتداءات ولازم نحب العيال. لكن واحد كان بيحب واحدة بعد ما رجعت مش عايز يكلمها طبعا, وحصلت شفناها كتير. أكيد البنات دي مصيرها, وده دورنا, دورنا كجسد المسيح اللي مليان بالحب, اللي شبعان حب يقدر يدي حب. ده واجبنا. بنروح في خطر يس, لكن عشان تنقذي حد. بتروحي في خطر عشان تدي أمل لحد, تحطي ابتسامة على وش حد نسي الابتسامة. احنا شفنا ولد صغير اسمه نوري, تبعتلك الكليب بتاعه. الولد ده اتخطف هو وباباه ومامته وتيتا واخواته, وبعدين هم قدروا يهربوا. هم بيهربوا نوري ضربوه في رجله. لما ضربوه في رجله رجليه ما بقتش مع بعض, الفوت بتاعته ديساتاتش مع رجله. فضل يجره في رجله في رجله لغاية ما اتقابلنا معاه. والنهاردة هيز بين تيكين كير اوف. ولسه يعني بس لسه بابا ومامته طبعا, بابا ومامته مخطوفين. عمال الولد ما كانش عنده امل. لما رحنا لو الكليب ده تقدري توريه الابتسامة الولد بعد قد ايه لغاية ما ابتسم.
لكن معاه باستمرار وبنكلمه باستمرار. الولد حس ايه ده، ده انا في حد كيرز، في حد لسه في الدنيا بالزبط. عنده قلب بالظبط. طب هرجع لحاله البنات تاني، يعني طبعا البنت بتبقى في الحاله مدمره طبعا. مدمره ولا طبعا. بتقدر تفكر، وزي طبعا. ما حضرتك قلتي الكالتشر طبعا بيحط ضغوط رهيبه على البنات. هل في حالات انتحار كتير؟ في حالات انتحار، في حالات انتحار، لكن في حالات انقاذ كتير. معظم اللي انتحروا اللي هم they got pregnant. ودي كمان من مصيبه ثانيه طبعا. في اللي لحقناه وفي اللي ما لحقناهوش، في اللي قدرنا نوصل لهم وفي اللي ما قدرناش نوصل لهم. ففي انتحار، لكن بنصلي دايما نقول له يا رب انقذ البنات ده، انقذ their souls. Sometimes somebody will send them text message. التكست مسج دي كانها ربنا موجود. أيوة. انت غاليه، انت مهمه. عشان كده كل واحد فينا عليه مسؤوليه. ايناس انا ما اقدرش ان انا اخبي راسي واقول كاني مش سامعه، اصل ده بعيد. دول نو ماتر وات شعب ربنا خلقه، دول اخواتنا في المسيح، في منهم مسيحيين كتير وفي منهم يزيديين كتير. الناس دي محتاجه حب، محتاجه رحمه. احنا دايما بنبعت لهم، بنبعت كونتينرز in a continuous basis. كونتينرز بس عشان اشرح للناس، كونتينرز دي فيها طلبات ليهم، حاجات بس اللي هي البيسك نيسيسيتي بتاعت بالزبط. لبس ومن هايجين، تشيلدرن هايجين، بطاطين، لعب للاطفال، الحاجات الاساسيه اللي تخليهم يحسوا ان هم بني ادمين. صابون، معجين سنان، ادويه. بنبعت ادويه كتير لان الحاله صعبه جدا. أكيد. وبعدين دلوقتي الاقليم بتاع كردستان بيمر باسوأ ظروف ممكنه، ما بياخدوش مرتبات ليهم تقريبا 6 اشهر لان في مشاكل بينهم بالعراق، حاجزين الفلوس، حاجات سياسيه. أيه. لكن النتيجه ايه؟ النتيجه الناس دي قاعده من غير من غير مرتبات، الجيش من غير مرتبات، الحكومه من غير مرتبات، ده كله بياثر على مين؟ طبعا الغلابة التانيين اللاجئين دول. فعشان كده بنهتم جدا ان احنا نبعت الحاجات الأساسية اللي تخليهم يعيشوا، يعيشوا بس يشموا نفسهم. انا الحقيقة كان في فيديو لتمارا، الفيديو ده أثر فيا قوي. الفيديو الحقيقة بيوري قد ايه يعني، قد ايه فعلا زي ما بتقولي انت بتحطي ابتسامة على وشوش البنات الحلوة اللي هنشوفها زي نشوفها دلوقتي، وازاي ان جاكي وصلت صوت البنت ده للكونغرس هنا. ودي النقطة يمكن واي احنا عاملين الحلقة دي النهاردة، عشان نقول للناس ايه اللي ممكن يعملوه عشان يوصلوا صوتهم للكونغرس هنا، عشان يغيروا البوليسي بتاعتهم، ونقدر نعمل حاجه كلنا للشعوب المتدمره دي هناك. يا ريت لو ممكن نحط الفيديو بتاع تمارا ونرجع نكمل بصراحه. تمارا حبيبتي انت عمرك كام؟ انا عمري 12 سنه. وقولي لي انبسطتي في الليتل بوي فيلم؟ انبسطنا، ويعني نشكركم اللي جيتوا لهنا على مودنا. والايمان هيعمل ايه؟ الايمان هيرجعنا مثل الفيلم بابا وماما، وحنروح القرقوش. هتروح قرقوش هترجعي بيتك؟ طبعا امين. تعرف الدنيا كلها بتصلي لك ووقفه جنبك. امين. تعرف في ناس في هوليوود وفي ناس في امريكا قاعدين بيقولوا هنعمل اي حاجه نساعد تمارا ونساعد اخواتها ونساعد كل المحتاجين يرجعوا بيوتهم في العراق. ان شاء الله. ان شاء الله. انت هتحركي جبل يا تمارا؟ طبعا بالايمان. وانت نفسك تبي ايه؟ ايه الجبل بتاعك؟ عايزه تحركي ايه؟ عايزه تبي ايه؟ ايه حلمك؟ انا حلمي اصير صحفيه
أجنبية حتى أوصل صوتي النازحين وأوصل صوتي اللي أكبر مني حتى إذا يقدر يسوي لي شيء يسوي لنا حتى نرجع. هي أزمة وتنقضي حتى نرجع ونخلص من هاي الأزمة وتروح إن شاء الله. Let's support them because this is a matter of national security. It's not about them, it's about all of us together. And I have a video, if we have a moment to show, these girls are going to share with us their stories. Without objection. كان نمرك راحت الحكومة نمرة تمارا وكل قناة شافوا تمارا. شفتي بقى ايه رايك يا حبيبتي؟ شفتي اللي نفسك فيه اتحقق. جبت لك صحفيه تعالي. صحفيه امريكيه. انت حاسه بايه دلوقتي؟ ممبارك. أشكر أولاً أنتم كلكم اللي ساعدتونا، وإذا ما كنتوا أنتوا يعني ما كان يوصل صوتي. شكراً لكم وشكراً اللي كل المسؤولين اللي تابعوني، وشكراً. ولازم أصير صحفية يعني حتى لو يعني أفقد كل شيء أصير صحفية. ليه عايزة تبقي صحفية؟ أساعد الناس. تعرف اللي أنت ساعدتي الناس خلاص، حاسة بإيه اللي أنت ساعدتي الناس؟ فرحانة. قد ايه يعني الواحد انبسط يعني لما شاف، تأثر كتير الواحد من اللي شافه. وتمارا دموعها في عينيها لما شافت صوتها وصل للكونغرس، طبعا حاجة ما كانتش تحلم بيها. هي في الأول بتقول لك عايزة أوصل صوتي هنا في أمريكا ونقدر نغير ونعمل، ما كانتش تتخيل أنه ممكن حاجة تتعمل زي كده. فجاكي دورك سريعا حبيبتي، فأنت روحتي الكونغرس واتكلمتي معهم، قولي لي الفيدباك، هم استقبلوك إزاي واستقبلوا اللي أنت طلباه منهم إزاي؟ كان بصراحة الكونغرس والهيرينج كانت رائعة. أنا لما كلمت ما كلمتش كمحامية، كلمت كإنسان وبصيت عليهم كأشخاص، ممكن يبقوا أب بنت، ممكن يبقوا عندهم إخوات بنات. ولما كلمنا حسيت إن هم ابتدوا يحسوا بالهيومانيتي اللي جواهم، الهيومانيتي، وساعدوا العراق. ساعدوا دلوقتي قرار اتاخد في الكونغرس اللي يحاربوا اكتر، يحاربوا ضد داعش اكتر، وجابوا بنت من البنات اللي كانت مخطوفه وجت جوه الكونغرس وكلمت بعد الهيرينج ده. فكان النتائج رائعه، وده بيوصلني لنقطه مهمه قوي يا ناس، اللي احنا كامريكان هنا عايشين في البلد عندنا دور قوي. ممكن الدور ده لو قدرنا نفهم الدور بتاعنا وبالفعل خدنا خطوات، ممكن نساعد كل الناس المحتاجين. لكن لازم نفهم حقوقنا ودورنا. أول شيء عندنا ناس في الكونغرس ممكن نكلمهم. كل شخص عايش في منطقة عنده كونغرسمان أو كونغرسومن، نكتب جوابات ونطلب الحاجات الأساسية للناس أهالينا في الشرق الأوسط. تاني حاجة، كل شخص فاهم كويس الأمريكا بتحرك الدنيا، وأمريكا عندها قوة جامدة.
فاحنا النهاردة عندنا انتخابات جاي، داخلين في انتخابات جديدة. عندنا الدور اللي ننتخب اللي احنا دلوقتي نوصل أصواتنا. احنا ممكن نصوت ونقرر مين اللي هيبقى الرئيس الجديد. احنا مسيحيين، عندنا دور كمسيحيين وأمريكان عايشين في البلد اللي ناخد قرار. انا مش هقولك نقرر او ننتخب مين، لكن بقول انت كمواطن عندك دور توصل صوتك، تنتخب في الانتخابات الجديدة وتعمل registration. انت عارفة ناس كتير يبقوا عايزين يعملوا الفوتينج، يجوا اليوم قبل البرزيدنشال الكشن ويبقوا عايزين يعملوا الفوتينج، يعرفوا هم مش قادرين يعملوا الفوتينج عشان they were not registered. المواطن اللي عايش في أمريكا لازم يوصل صوته، لازم ينتخب. يعملها ازاي؟ الأول يعمل registration. ممكن تطلعوا على USA.gov. USA.gov. بس لازم يكونوا US citizens الأول. لازم يكونوا مواطنين أمريكان عشان يقدروا يعملوا vote. يبقى US citizen وفوق 18 سنة. لكن if you have those two things, vote. وصل صوتك. يعني أنت النهاردة عايش هنا وبتشكي على مشاكل الدنيا، انت مش فاهم في ايدك سلطان، في ايدك قرارات ممكن نحرك بيها الحكومة هنا. ايوه صحيح، مش قاعدين هنا وخلاص. رأيك يعني احنا صوتك وصوت كل واحدة وكل واحد مسيحي النهاردة بيقول انا بختار فلان، ممكن الاختيار ده يأثر على أهالينا في الشرق الأوسط، صحيح، يأثر على بلادنا في الشرق الأوسط، يأثر على ناس تعبانة، الناس اللي بتهاجر والأبواب بيتقفل قدامها. أيوه. النهاردة الناس دي، أنا هحكي لك حكاية في دقيقة. رحنا وقابلنا ناس سوريين وشفنا واحد من اللي كان مع الناس دي في البوت، ولد من الولاد اللي هاجروا من سوريا، راحوا على تركيا ومن تركيا أخدوا مركب علشان يروحوا لغاية اليونان. كان في معاهم في البوت ده هو أب وأم وطفلين. الأب والأم والطفلين، طفل نام أول ما دخل من الخوف نام، فحطوه نوموه في الباطن بتاع البوت. الطفل التاني ابتدى يصرخ من الخوف لأنهم بيمشوا بالليل. تخيلي الميديترينيان بالليل، طبعا مش شايفين حاجة، مش شايفين حاجة، وصوت الموج عالي وبرد وكل الحاجات دي. الولد جاله رعب، ابتدى يصرخ يصرخ صرخ. بابا حط ايديه على بقه علشان في الحراس ما يسمعوش، لان لو الحراس اكتشفوهم هيجوا يرجعوهم. ايوه. فالاب حط بقه ايده على بق الولد. دقيقه اتنين الولد ايه سكت، فالاب فكر ان هو مسكت الولد. اتاري الولد اتخنق ومات. في ايد الراجل. الراجل مش دريان، الراجل نفسه يعني هو خايف ومرعوب وفي وسط امواج وفي وسط الميديترينيا البحر هايج بالليل. المهم الحراس شافوهم برضو فجولهم. لما جولهم انتوا مين، انتوا مش عارف ايه، زعاء وجخط وي 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 وي. لقوا الطفل اللي محطوط في الباطن بتاع البوت، فكروه ميت، فراحوا مسكوا اللي هو صاحي لكن نايم، اخدوه ورموه في الميديترينيا. واخد الواد التاني اللي ميت في الميديترينيا. الاب والام ده يعملوا ايه؟ كل واحد فينا عليه مسؤولية النهاردة. انزلي وانتخبي، انزل وانتخب عشان تنقذ ناس زي كده. ممكن انتخابك يغير قرارات حكومة، تنقذ عيلة زي دي، تنقذ أطفال من الموت. أرجوكم أرجوكم خدوا الأمر بجدية. انتخابك وقرارك ونزولك للانتخابات حياة أو موت لأجل إخواتك في الميدل إيست. قرارات بتتخذ في أمريكا بتأثر على كل الناس في العالم. خدوا الامر بجد. وكمان عايزين نوري الدنيا، يعني احنا كامريكان عايشين هنا، يمكن هاجرنا من الشرق الاوسط، لكن احنا كمواطنين احنا شكلنا ايه هنا في البلد. تعرف كان في بحث اتعمل بيقول الناس اللي عايشين هنا الامريكان لكن اصلا جذورهم من الشرق الاوسط بيبقوا من انجح الناس في امريكا. عارف المعلومة دي؟ yes. لكن لما شخص زي مثلا ستيف جوبز اللي عمل الايفون اللي كلنا بنستخدمه ده اصلا سوري. أوكي؟ لكن للأسف الناس مش عارفين بالضبط الشخص اللي اصلا قدره من الشرق الاوسط لكن امريكاني صوته ودوره هنا في امريكا شكله ايه. عشان كده لازم نبتدي ننتخب. لو احنا انتخبنا بنوري امريكا كامريكان احنا عندنا
we care اللي احنا we care about بلدنا بنحب امريكا مش عايشين هنا وبس لا احنا عايشين هنا كامريكان بنحب بلدنا بنحب الفرص اللي امريكا ادتها لنا النهارده كمواطنين هنشترك زي اي حد وصوتنا عالي وصوتنا قوي ودورنا هنا هيغير البلد كله I'm sure ان احنا نقدر نعمل فرق احنا قاعدين هنا هو مش عشان جايين نشتغل ونعمل فلوس ونعيش ونبني ونأكل بيوت ونشرب وخلاص وناكل ونشرب وخلاص لا احنا علينا مسؤوليه طبعا انت هنا مش بس علشان تعمل فلوس وتشتري بيوت وجاكي تعمل لك تراست بجد إنس يعني كواحدة مذيعة حضرتك بقالك سنين شغالة في المجال ده انت لما بتشوفي الحوادث اللي بتحصل في الدنيا وشايفة الانتخابات اللي جاية التملي على التلفزيون بيوروا كانديتس هل انت حاسة كمذيعة كمواطن هنا في البلد الدور الانتخابات عشان انت تنتخبي صوتك هيأثر هل انت بتؤمني بكذا؟ طبعا of course الانتخابات مهمة جدا زي ما قلت هي بتحرك البلد بحالها انا لما انتخب رئيس بس اهم حاجه كمان الناس تعرف ايه الاجنده بتاعته ايه البوليسي بتاعته سبيشلي الفورين بوليسي للناس اخواتنا اللي بيتبهدلوا هناك يعني اي هوب ان ما تكونش البوليسي زي بتاعه اوباما وعلى فكره يعني عشان اقول انا ما اقدرش اقول طبعا انتخبوا مين لكن هيلاري كلينتون لو جت هتاخد نفس البوليسي بتاعت اوباما هتبقى اوحش كمان فطبعا اتس اب تو يو انتوا هتنتخبوا مين انا ما اقدرش اجن اقول تخبوا بس لازم تعرفوا كل واحد البوليسي بتاعته شكلها ايه اذا هنا وبره وفي الفورين بوليسي السياسه الخارجيه بتاعته شكلها ايه ومفروض ننتخب على هذا الاساس ان احنا وي كاونت صوتك كاونتس وصوتي كاونتس وكلنا لو انتخبنا مع بعض اي هوب ان ربنا يتمجد ويجيب لنا رئيس كويس نقدر نعتمد عليه في مشاكلنا مشاكل المسيحيين ومشاكل المسلمين وفي الميدل ايست وهنا وفي الدنيا كلها يعني education is very important طبعا. يعني اعرفي ده بيفكر ازاي زي ما انت بتقولي وجهة نظره ايه بيفكر ازاي بصي كده وادرسي الموضوع وتكلمي مع اللي حواليكي واعملي smart choice هيكون في يعني زي دراسة وهتبقى مكتوبة بالعربي عن كل واحد بيفكر ازاي هنديها لكم وهنحطها على الويب سايت بتاعنا بحيث ان اللي ما بيعرفش انجليزي يقرأ بالعربي يعرف ده بيفكر ازاي وطريقة تفكيره في الفورين افيرز والفورين بوليسيز ازاي وبعدين نقدر ان احنا نعمل سمارت ديسيجن هنختار مين كمسيحيين اسألوا في الكنيسة اسألوا في الناس اللي بيفهموا في السياسة ما تروحش تسأل الديموكرات عشان هو هيقولك امريكاني يعني هيقولك لا روح اختار الديموكراتيك بارتي بكذا وكذا لا اسأل حد نيوترال سبيشلي بيكون حد في الكنيسة ومالوش يعني غرض او انترست في حد معين فدول اهم ناس تتكلم معهم والكتاب كمان يعني الكتاب يعني نشوف مبادئ احنا مسيحيين مبادئ الكتاب طبعا هل الشخص ده اللي عايز يبقى رئيس جمهوريه امريكا هل هو مبادئه مسيحيه بالظبط ولا لا يحمل يعني مش عايزين حد نجيب حد تاني بقى يبقى يعني انا اسف التعبير مصيبه تانية لامريكا يعني للاسف فعايزين نختار فعلا زي ما حضرتك قلتي بطريقه سمارت بطريقه يعني educational تعليميه مش اي حد يقول لي روحي انتخبي فلان ده كويس اروح لازم اكون انا دارسه الموضوع اشوف ايه الباك جراوند بتاعه ايه اللي هو يعني اللي هو عايز يعمله اللي عايز يعمله في البلد زي ما قلت طبعا of course الدين عنده ده اهميته ايه بالظبط عارفه كمان كعيلة نقعد وندرس مع بعض طب ولادنا اللي بيروحوا الجامعة بيقولوا ايه لكن الاب والام عليهم قرارات لان الولاد في الجامعة والولاد في المدارس بياخدوا سموم ايوه صحيح بياخدوا سموم فلما الام والاب بيكونوا ما عندهمش فكرة هينحازوا للعيال فهتبقى مشكلة كبيرة مين اللي بيأثر على العيال المفروض الاب والام يبقى انا كواحدة مسؤولة كأم وكأب هقعد وهدرس يبقى ابني لما يجي من الجامعه ويكلمني الله ده بابا وماما فاهمين دول مش المصريين اللي ما بيفهموش حاجه لا ماما وبابا مثقفين عارفين بيعملوا ايه نتناقش معاهم يقنعونا نقنعهم نجيب لهم الريسورسز يجيبوا لنا الريسورسز خلينا نبقى
حكمة. أي. لأن اللي احنا بنختاره النهاردة بيصنع بكرة. طبعا. وبيصنع تاريخ للعالم كله. صحيح صحيح. البذره اللي بنزرعها النهارده هتكبر تبقى شجره قد كده بكره، يا اما شجره مر يا اما شجره بقى حاجه جميله الواحد يقدر يبص لها كده على طول متمتع بيها يعني. مظبوط. طيب سريعا قولي لي احتياجات احتياجاتكم ايه في العراق بسايز الانتخابات، الاحتياجات للعراق والشعب السوري؟ طبعا محتاجين بطاطين، محتاجين افتكر ان احنا بعتنا الليسته يا ريت نحط الليست من فضلكم بالعنوان. الحاجات دي زي ما احنا شايفين هنا، ادوات طبيه، مستلزمات صحيه، جواكت وملابس، احذيه رياضيه وشماسي، لعب اطفال، محفظات اطفال، ومناديل. مناديل ايه؟ معطره. معطره. سانيتايزرز، سليبنج باجز، وممكن والحاجات دي يبعتوها على العنوان اللي تحت. من فضلكم يا جماعه، المره اللي فاتت حصل مشاكل لان الناس كانت بتروح للكنايس وتقول لهم ودوا الحاجه، فطبعا دي عملت مشاكل كتيره لان الكنايس ما كانتش تعرف حاجه، ما كانتش مجهزه لكده. فارجوكم هنحط العنوان تاني على الشاشه، ارسلوا الحاجات على العنوان الاتي 8332 Commonwealth Avenue Buena Park كاليفورنيا. أرجوكم التزموا بالعنوان التاني والعنوان اللي على الشاشة، ما تسيبوش حاجات في الكنائس، إن الكنائس مش مجهزة إنها تعمل العمل ده. الحاجة التانية كلمونا في المكتب، الرقم برضو هيكون موجود على الشاشة 626-359-2537. يا ريت تقولي تاني إيفت من فضلك. 626-359-2537. أوكي. اقول لكم اشكركم، الحلقه خلصت بسرعه قوي قوي. بس ان شاء الله نشوفكم بعد الرحله اللي جايه. انا مش هقول بقى هتروحوا فين ولا هتعملوا ايه، خليها الرحله اللي جايه هتكون رحله استراتيجيك جدا. في مكان خطير، لكن عايزين صلواتكم ويعني ربنا كده اللي يحط على قلبه صلاه معينه يرفعنا في صلاته. اقول ربنا يحافظ عليكم ويبارككم على العمل العظيم اللي بتعملوه. شكرا. وبنصلي لكم وان شاء الله نشوفكم لما ترجعوا لنا تاني بالسلامه ومعاكم بقى فيديوهات حلوه تاني كده. ثانك يو جاكي وثانك يو ايفت. ميرسي خالص. يو ويلكم. ثانك يو. ميرسي خالص. اعزائي المشاهدين، جينا نهايه الحلقه، واحب اقول تاني يعني سريعا كده نريكاب الكلام اللي قلناه. ارجوكوا اللي هو American citizen، مواطن امريكي، بليز روح وفوت، شوف البريزيدنت اللي عايز تعمل له فوت، شوف التاريخ بتاعه بيقول ايه، ديانته ايه الحاجات اللي بيستاند فور، برضو سياسته الخارجية شكلها ايه بالنسبة للميدل ايست والعرب والبهدلة اللي يعني اللي بيشوفوها اخواتنا، يعني زي ما كناش حتى نقول ده عشان احنا مسيحيين نقول دول احنا بشر، ما نقدرش نستحمل المناظر اللي بنشوفها البشر دي. انا يعني شفت واحد مش قادرة، مش صورته مش قادرة تروح من خيالي، واحد بيحرقوه وهو صاحي، بيحرقوه وهو صاحي، ومش كفايه ان هو ما بيحرقوه، كمان عمالين يضربوا فيه، يعني بيحرقوه واقع في الارض الحريقه مسكاه وعمالين كمان يضربوا فيه. يعني مش عارفه اقول دي وحشيه ولا مش عارفه اوصفها بايه بالظبط، لكن احنا لينا دور ان احنا نساعد اللي بيعملوا الضحايا اللي بتعمل فيهم الحاجات دي كلها. وصوتي وصوتك كاونت، فبليز بليز يعني دي مسؤوليه، وربنا بيدي كل واحد المسؤوليه دي وهيسال بعد كده انا عملت ايه بالوزنه دي، فدي وزنه. روح وانتخب شخص انت تحس ان هو هيبقى واقف معانا، واقف مع المسيحيين، واقف مع الضحايا بتوع الميدل ايست. في الاخر معلش اسفه، في الاخر احب اذكر الناس ان بعد يومين هتبقى السنه الانيفرسري بتاع 21 شاب اللي راح ليبيا واتذبحوا هناك عشان يبقوا في حضن المسيح، داسوا على الدنيا، داسوا على اغراءات الدنيا، قالوا لهم هتغيروا دينكم ولا تتذبحوا، فداسوا على الدنيا. اللي كان عنده عيلته، اللي كان عنده ابوه وامه بيعولهم، اللي عنده اطفاله بيعولهم وزوجاته بيعولهم،
سابوا كل ده واختاروا المسيح، وهما دلوقتي في حضن المسيح، وبنقول لهم اذكرونا في صلواتكم قدام المسيح، قدام عرش المسيح. هسيبكم مع ترتيلة أثرت فيا قوي وحبيت أشارك معاكم بالترتيلة دي. أقول لكم في الآخر تصبحوا على خير، واذكرونا دايما في صلواتكم، ونشوفكم يوم الخميس الجاي وحلقة جديدة من برنامج لوحدك. اتفرجوا على الترتيلة دي وتصبحوا على خير. ما تسألونيش احساسي كان ايه وقتها، وشعوري اني اخترت اموت من اجل حاجة بحبها. ما تسألونيش احساسي كان ايه وقتها، وشعوري اني اخترت اموت من اجل حاجة بحبها. منكرش اني سرحت لحظة فابويا وامي وحبهم وعيالي اللي هيوحشوني وحب وحنان امهم. منكرش اني سرحت لحظة فابويا وامي وحبهم وعيالي اللي هيوحشوني وحب بس قال كده أبقى معيد. ده أنا اتولدت من جديد. ما تسألونيش إحساسي كان إيه وقتها، وشعوري إني اخترت أموت من أجل حاجة بحبها. ما تسألونيش إحساسي كان إيه وقتها، وشعوري إني اخترت أموت من أجل حاجة بحبها. منكرش إني سرحت لحظة فأبويا وأمي وحبهم وعيالي اللي هيوحشوني وحب من بس قال كده أبقى معين.